السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة كله جاهز. كله جاهز إن شاء الله. بإذن الله. طبعا أنا أحب إن أنا أهني كل الإخوة الريال مدريديين الأصيلين على فوز النهارده. راح بقول لك مره من نفسهم ما اعرفش مين ريال مدريد ده، ما اعرفش. حضرتش انت يا ابني ايام زمان. النهارده بقى ان شاء الله يا ابني دي فرقه خدت ابطال اوروبا سبع مرات ورا بعض ايام ما كان برشلونه ده نص صابعه. المهم عشان ما نهطلش ونختلف في الاخر بقى مع بعضينا كده، احنا النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض اخر الاسنشنز باذن الله في الجافا سكريبت، وبعد ما نخلص بقى نتكلم بقى في الكوره مع نفسنا براحتنا بقى. طبعا احنا اخر حاجه كنا خدناها كانت الاريز وكنا خدنا حاجات في الاوبريتورز والكلام ده كله، والنهارده المفروض احنا هنتكلم عن الفانكشنز وهنتكلم عن الاوبجكتس دي اللي احنا هنختم بيها ان شاء الله الاسنشنز بتاعت الجافا سكريبت، عشان يوم الاثنين باذن الله هنبدا حاجه اسمها الدوم اللي هي الدوكيمنت اوبجكت موديل، اللي هو الموديل الاساسي اللي احنا بنمانيبيوليت بيه الصفحه، يعني بنجيب بيه الداتا من الصفحه وبنعدل فيها وهكذا. دي هتبقى البدايات طبعا في ان احنا نتحكم في الصفحه بشكل كامل، ولكن المهم طبعا في الاساس انه لازم ان احنا نعرف الاساسيات، لانه الاساسيات دي هي اللي هيتبنى عليها كل حاجه احنا بنعملها. انا كلمتكم في الفور ان لوب ولا ما كلمتكوش في الفور ان لوب خالص؟ يعني انا ذكرت الفور لوب بس ذكرت الفور ان ولا لا؟ ما ذكرتوش. طيب تمام، مش على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كويس هنعمل شير للسكرين ونشوف. احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنتكلم مع بعض عن الفور ان لوب، وهنشرح ايه هو الفور ان لوب، وبعدين هنتكلم عن الفانكشنز، وهنتكلم بعد كده عن ايه، عن اللهم صل على النبي، عن الاوبجكتس. تمام كده تمام. اوكي هنفتح مع بعض ريميفر، اي برنامج تحبوه ما تفرقش معايا يعني.
انا المفروض اسجل الحلقة دي ثانية واحدة عشان اشغل البرنامج بتاع التسجيل بالمرة. طيب تمام، يلا بينا نعمل التسجيل وبعدين نعمل الشير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، الشير كده شغال خلاص. تمام، يلا بينا دلوقتي. احنا لو جينا هنا مع بعض وبصينا على الفور ان لوب، ايه هو الفور ان لوب؟ انا اقول لكم الفرق ما بين الفور ان لوب واي فور لوب او لوب تاني بمعنى اصح، هو حاجه واحده، وهو ان انا لما بحب استخدم الفور ان لوب فانا بستخدمه علشان اتحكم في القيمه بتاعت الاري او الحاجه اللي انا هعمل فيها ايتريشن، وهقول لكم يعني ايه ايتريشن، وفي نفس الوقت كمان اتحكم في الاندكس بتاعها. يعني على سبيل المثال، كله شايف الشير عندي هنا ولا في اي مشاكل في الشير؟ انا اهو، في اي مشاكل في الشير؟ يا جماعه كله تمام؟ طيب اوكي، هنكتب مع بعض بقى على الوورد الحلقه ايه بتاعتنا. طيب هنتكلم عن حاجه اسمها الفور ان لوب. هو نوع من انواع اللوبس، اللي بعربي هو نوع من انواع اللوبس يمكنك من تكرار عمليات معينة مع كم في القيمة والفهرس. بمعنى انا اقول لكم يعني ايه الكلام اللي انا عمال ايه بدشه من الصبح ده. هنشوف مع بعض دلوقتي مثال عملي عشان نفهم ايه اللي انا عمال بقوله ده. نعمل كده، ده الفور ان لوب، نرجع باك ونديله لون احمر عشان بس يبقى ظاهر. اوكي تمام. فانا دلوقتي على سبيل المثال لو عندي اري كده، عندي مثلا اري اسمها ايه، اسمها فور تمبريتشرز، يعني درجات الحراره. هعملها اري فاضيه وبعد كده هبنيها واحده واحده. فهقول مثلا على سبيل المثال تمبريتشر كايرو، ونفترض نقول 30 درجه، وتمبريتشر في اليكس تساوي مثلا 28 درجه، وتمبريتشر ان اسوان قول مثلا تساوي 42 درجه، تمبريتشر ان سويس تساوي ونفترض 32 درجة. تمام كده؟ تمام. طيب النوع ده طبعا زي ما انتم عارفين من الاريهات اسمه اسوسييتيف اري،
نفترض دلوقتي ان انا عايز لما اعمل لوب جوه الاري عشان اعمل iteration، يعني عملية تكرار للحاجة اللي موجودة عندي جوه اللي هي عمليات اللي هنفذها، ولكن انا في نفس الوقت عايز اتحكم في الاندكس بتاعي، يعني اعرضه او استخدمه وفي نفس الوقت اتحكم في القيمة. فبالتالي انا في الحالة دي بستخدم فور ان. بتتكتب ازاي بقى؟ بكتب كلمة فور وبعدين بقول مثلا فور var i in temp بالمنظر ده كده. فهنا بقى انا بقول له لكل اندكس اسمه i موجود في الاري اللي اسمها temp نفذ الاتي: document dot write temp i و اي نفسها قبليها. تعال نقول مثلا the temperature in وقول plus i مثلا plus is ونعمل كده بالمنظر ده tr tag. فانا بقول له هنا ايه؟ the temperature in i i دي اللي هي الاندكس نفسه is temp i طبعا اللي هي قيمة الايه الاندكس. فبالتالي لو احنا عملنا run للبرنامج ده ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف مع بعض. هنعمل كده preview in firefox بالمنظر ده. بص بقى معايا: the temperature in cairo is 30 اليكس 28 اسوان 42 سويس 32. فبالتالي انت هنا استخدمت فور ان علشان تتحكم في الاندكس وفي نفس الوقت تعرض القيمه اللي موجوده في الاندكس. وده بيمشي على الاندكس اري العاديه وبيمشي على الاسوسييتيف اري. فبالتالي علشان احنا هنا عملنا الاري زي ما انتم حضراتكم عارفين فاضيه، وبعدين انا بنيت الاندكسز بتاعتي واحد ورا الثاني، فانا هنا باستخدام الفور ان لوب بقول فور فار وبحط الاندكس بتاعي بدون ما اعرف ليه اي قيمه. فبالتالي استخدام الاندكس هنا كرقم، انا اسف كحرف يعني بمعنى اصح، هو مجرد تعريف للاندكس اللي انا هستخدمه. فبقول فور فار اي ان تمب، يعني بقول له لكل اندكس موجود جوه الاري اللي اسمها تمب نفذ الاتي: اعرض لي الاندكس نفسه وهات لي قيمه اللي موجود في الاندكس ده. فبالتالي هو ده استخدام الفور ان لوب، ده استخدام الفور ان اي لوب. تمام. يبقى لما هنيجي هنا هنقول انه يكتب كالاتي: بنقول كلمه فور وبعدين فار الاندكس بتاعي وبعدين ان وبعدين بقول الاري بتاعتي، بعد كده بكتب هنا البودي بتاعي اللي انا هنفذه. فبقول ان ده الاندكس بتاعي اهو، خليه باللون الاخضر ده اهو، وكلمه ان دي هخليها بالاحمر عشان تبقى مميزه اهي، كلمه بار برضو بالاحمر عشان تبقى مميزه، ودي الاري طبعا اللي هو الايه الفاريبل اللي انا هلعب عليه وهيتقلب جواه، يعني هلوب جوه الاري دي لغايه لما اخلص الايتريشن بتاعي كاملا. فبالتالي هو ده استخدام اللوب اللي اسمه فور اي فور ان لوب. طيب هنتكلم بقى كمان عن حاجة اسمها سويتش، للأسف أنا كمان كان المفروض إن أنا أتكلم عنها. إيه هو بقى السويتش؟ تعالوا نشوف. يا جماعة الصوت شغال والصورة شغالة، لو في أي مشاكل عندكم بعد إذنكم اعملوا ريفرش للصفحة بتاعتكم، دي بتبقى مش من عندي أنا أعتقد إن أنا كله شغال عندي الحمد لله. تمام؟ تمام. بالنسبة للأخت الحاب بتقول فور إن هي فور إتش بالظبط كده، يعني الناس اللي بتستخدم اللوب اللي اسمه فور اتش في لغات البرمجه زي البي اتش بي هو بالظبط استخدامه بالنسبه للجافا سكريبت اللي هو حاجه اسمها فور ان بالظبط كده. تمام. طيب هنيجي بقى نتكلم عن ايه؟ عن السويتش. ما نعمل كده نيو دي اتش تي ام ال بيج، هنكتب هنا فوق ايه؟ هنكتب فوق سويتش. السويتش هو نوع من انواع الكونديشنال ستيتمنتس اللي احنا اتكلمنا عنها زي الاف والالس بالظبط كده، بس بيدينا الامكانيه بقى ان احنا نحط اكثر من كيس، يعني نقطه معينه اذا حدثت بنعمل الايه العمليه اللي موجوده عندها
لم تحدث بنكمل بعد كده. تعالوا نشوف مع بعض احنا ممكن نستخدم السويتش ازاي. فالسويتش عندي هنا لو انا جيت استخدمت سكريبت طيب جافا سكريبت هنتكلم هنا عن السويتش. اوكي هذا النوع يشبه في استخدامه استخدامات الكلمات if and else if and else. وبالتالي هو بيدينا الامكانية ان احنا نشوف هل شيء معين اتحصل ما حصلش اللي بعديه وهكذا. بس العملية شبيهة بالإف والإلس ولكن بطريقة مختلفة شوية بسيطة. بمعنى ان انا بعمل سويتش على فاريبل معين. يعني ايه بتعمل سويتش على فاريبل معين؟ يعني بتعمل سويتش على قيمة متغير معين. اذا كانت واحد يبقى كذا، اذا كانت اتنين يبقى كذا، اذا كانت ثلاثة يبقى كذا. فهمتوني؟ فبالتالي انا بعمل ايه؟ بكتب كلمة سويتش وبعدين بفتح القوس وبقفل القوس وبكتب هنا الفاريبل اللي انا هعمل عليه سويتش. وبعدين بفتح الكيرلي بريس وانزل اقفل الكيرلي بريس. بص معايا بقى، اول حاجه بكتبها كلمه كيس. كيس دي يعني في حاله. وبعد كده لو انا عندي قيمه الفاريبل ده بسترنج طبعا هحطها ما بين دبل كيوت، لو هو رقم طبعا هتسيبها رقم زي ما هو كده. فنفترض مثلا ان انت بتقول ان الفاريبل ده بيساوي نيم او قيمة معينة هي value واحد، وتقوم جاي عامل كولون كده تكتب هنا الستيتمنت اللي انت عايز تنفذها to be executed، وبعد ما تخلص تقوم جاي عامل break. وهنفهم دلوقتي ايه هي كلمة break. وهذا هنعمل كيس تانية ونقول كيس مثلا انه الفاليو المرة دي قيمتها value 2. نفس الكلام بالظبط، statement to be executed وبعدين تعمل break بالمنظر ده كده. وهكذا تفضل انت بقى شغال بالكيسز براحتك خالص لغاية لما توصل في الاخر لان واحد من الكيسز دي كلها تتحقق. طبعا احنا ليه بقى قلنا كلمة break؟ تعالى نتكلم هنا عن ليكتشر رقم 15 الاي سي 15 وده دوكيومنتس. اوكي طيب، فدلوقتي لو انت جيت بصيت معايا بقى، لو احنا حبينا نعمل حاجه زي كده ممكن نعمل ايه؟ تعال نشوف مع بعض. تعال نقول على سبيل المثال لو انا عندي هنا مثلا طالب، الطالب ده لو هو في المرحلة الابتدائية هنقول له ان انت في المرحلة الابتدائية، لو هو في الاعدادية هنقول له في الاعدادية، لو هو في الثانوية هنقول له في الثانوية. فهنقول انه الفار ليفل بيساوي بريب بريبريتوري اللي هو المرحلة الابتدائية. فهقول ايه بقى؟ سويتش على الليفل بالمنظر ده كده. فلما اجي اعمل سويتش على الليفل هقوم جاي اعمل ايه بقى؟ هقول كيس زي ما قلت لحضراتكم بالظبط. كيس انه ليفل دي تساوي كلمه بريب. نفذ الاتي، قول له مثلا دوكيومنت دوت رايت يو ار ان ذا بريب ليفل. تمام كده؟ اتكلم مثلا لو هو في المرحلة الثانوية، قول مثلا كيس السي سي دوكيومنت دوت رايت يو ار ان ذا سكندري ليفل. طيب قول مثلا مرحلة الجامعة كوليدج document.write you are in
ده كوليدج ليفل. بصوا بقى معايا، طبعا انا هنا ما كتبتش كلمه بريك. ايه اللي يحصل بقى لما انا ما اكتبش كلمه بريك؟ تعال نشوف مع بعض. انا دلوقتي هاجي هنا وهعمل بريفيو ان فايرفوكس كده. بصوا هو كاتب هنا ايه؟ You are in the prep level. You are in the secondary level. You are in the college level. فبالتالي انا هنا المفروض انه السويتش يتاكد ان كان ليفل بتساوي القيمه دي. لكن الميكانيزم بتاع السويتش لازم تشترط عليا ان انا اجي بعد ما اماتش او اتاكد ان القيمه بتساوي القيمه دي. يعني انا هنا ليفل بتساوي بريب. فبالتالي عشان هو لقى بريب المفروض يطبع دي وبعد كده يخرج بره السويتش نهائيا. انا بقى هخرجه ازاي؟ باستخدام كيورد اسمها بريك. فبريك دي معناها قف. يعني خلاص ستوب كده، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. فبالتالي استخدامك لكلمه بريك انت بتقوم جاي عامل بريك للوقت الحالي، بريك للي بيعمله الكمبيوتر في الوقت الحالي وهكذا. فيقوم هو اوتوماتيكيا طالع بره السويتش ويبقى كده يقول لك ايه، شكرا خلاص انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. تعالى بقى دلوقتي انا لما اجي اعمل ريفرش للصفحه بتاعتي كده هيقول لي هنا ايه، يو ار ان ذا بريب ليفل. ليه؟ لان هو فعلا لقى انه ليفل بتساوي كلمه بريب. فبالتالي هينفذ السطر الاولاني او ايا من كان من العمليات وبعد كده هيعمل بريك. اول لما هيعمل بريك هيوقف، طالما البرنامج وقف عند النقطه دي يعني السويتش هو اللي هيوقف. فبالتالي كل ما يليه من العمليات او كيسز اخرى خلاص هيتجاهلها. يمكن ايضا استخدام كلمه بريك مع الاف والالس ستيتمنت وهكذا جوه الفور لوب. فبالتالي مثلا على سبيل المثال نفترض ان انت عندك فور لوب تمام كده وعايز تبريك جواه. يعني تعالى نفترض ان انت هنا جيت قلت فور فار ار ان اي ان تم. تعالى اقول مثلا اف على سبيل المثال اف اي بتساوي كلمه كايرو بالمنظر ده كده، انا هنا هقول له بريك انس اتبع لي الجمله اللي حضراتكم شايفينها دي كده. تعالى نعمل ريفرش لنفس الصفحه اللي هي دي الفور. تعالى نعمل كده اهو، بص معايا بقى. هو اول لما لقى كلمه كايرو ايه اللي حصل؟ عمل بريك. فبالتالي انا عايز اخلي الكونديشن بتاعي لما اي تبقى كايرو اوتوماتيكيا انا اخرج بره الفور ايه، بره الفور لوب. هناك كلمه اخرى تستخدم ايضا في هذه الحالات ولكن مش بريك، تسمى كونتينيو. كونتينيو وظيفتها بقى ايه؟ ان انا بدل ما اخرج بره العمليات اللي الكمبيوتر بيعملها في الوقت الحالي، لا انا بتجاهل العمليه اللي انا فيها دلوقتي وبعدين بشوف العمليه اللي بعديها. فبالتالي لو انا جيت غيرت كلمه بريك دي الى كونتينيو كده، بص بقى اللي هيحصل معايا. هيتجاهل فقط ان هو يطبع كلمه كايرو. يعني هيقوم جاي قايل ايه؟ هي فعلا اي بتساوي كايرو. فبالتالي انا بقول له كونتينيو، يعني بقى خلاص تجاهل اللي بعد كده واطلع كمل اللوب بتاعك تاني. فهيفعلا هيكمل اللوب بتاعه، مش هيوقف اللوب. فبالتالي استخدامك زي ما قلت كلمه كونتينيو وبريك ده بيخليك تتحكم اكثر في اداء البرنامج بتاعك. يبقى احنا هنا عرفنا السويتش وعرفنا استخدام كلمه بريك وعرفنا استخدام كلمه كونتينيو. هنكتب حاجه واحده بس هنا كمان وبعد كده نعمل دوكيومنت للكلام ده كله. دايما كبروفيشنال بروجرامر وانت بتكتب السويتش بتاعك حط حاجه اسمها الديفولت كيس، يعني الحاله الافتراضيه. بمعنى انه انت دلوقتي عايز تحط حاجه لو ولا كيس من دول اتحققت افتراضيا السويتش حققها. حتى لو انت مش هتخلي الكمبيوتر ينفذ عمليه ممكن تحطها وتسيبها فاضيه تمام كده. وبالتالي دايما بتبقى كلمه ديفولت هي اخر حاجه موجوده في السويتش، فتكتب زيها زي كيس بس بتكتب كلمه ديفولت كده. وبعدين تقوم قايل مثلا العمليه اللي انت عايز تنفذها. طبعا انت مش هتحط هنا بريك، ليه؟ لانه طبعا ديفولت هي اخر حاجه هتتنفذ. ولكن برضه كبروفيشنال بروجرامر اتعود دايما ان انت تكتب كلمه بريك حتى مع ان هي ملهاش استخدام، بس انت عايز بس تعود ايدك دايما ان انت ما تنساش ان انت تستخدم كلمه بريك. فممكن في الحاله دي اقول له ايه، يو ار نوت ا ستودنت، انت مش طالب. تعال نشوف احنا لما هنيجي هنا
ونعمل ريفريش للسويتش هيقول لك ان انت في البريبريتوري ايه ليفل. طب لما انا اجي اقول له هنا اس اي سي بالمنظر ده كده ونعمل ريفريش هيقول لك طبعا ان انت في السكندري ليفل. طب لما اجي انا اكتب له سي او ال ال ونعمل ريفريش هيقول طبعا ان انت في الكوليدج ليفل. طب لو افترض ان انا كتبت اي قيمه ثانيه امبلوي موظف تمام كده هنيجي نعمل ريفريش هيقول لك بقى هنا ايه يو ار نوت ستودنت عشان انت فعلا مش ستودنت. ليه؟ لانه بعد ما عدى على كل كيس من دول وتاكد ان القيمه لا تطابق القيمه الموجوده في الكيس فاوتوماتيكيا بيوصلنا لغايه الديفولت اللي هو الاجراء الافتراضي، يعني الديفولت بروسيجر اللي هو الاجراء الافتراضي اللي هيتخذه البرنامج في حاله ان لا يتطابق اي قيمه من هذه القيم في الكيسز مع قيمه الفاريبل بتاعك اللي انت بتعمل سويتش عليه. فبالتالي هي دي الميكانيزم اللي بيشتغل بيها السويتش. عرفنا كلمه بريك بتستخدم ازاي وعرفنا كلمه كونتينيو بتستخدم ازاي. تعال بقى نكتبهم مع بعض هنا علشان ما ننساش. تعال برضو نحط هنا للناس انه كلمه ديفولت هي الاجراء الافتراضي اللي انت بتكتبه اهو ذا ديفولت ستيتمنت تو بي اكزكيوتد. تمام. يبقى احنا هنا هنقوم جايين كاتبين بقى خلاص عرفنا السويتش بتاعنا. تعالى بقى نتكلم عن كلمه بريك. تعالى ناخد التنسيق ده كوبي اهو ناخد التنسيق ده كوبي ونقول استخدام هذه الكلمه يتيح للمبرمج التحكم بصورة أفضل في الخطوات الشرطية اللي هي الكونديشنال ستيتمنت بتاعتي أو اللوبس أو وات ايفر أو أي ما يمكن التحكم فيه من إجراءات بداخل البرنامج. تمام كده؟ تمام. وبالتالي بكتب انجليزي معلش نعمل وبالتالي يقوم الحاسب بإخراج العمليات أو بإيقاف العمليات التي تتم في هذه اللحظة ثم استكمال باقي البرنامج. ده استخدام كلمة اي بريك. تعالى بقى نشوف كلمة كونتينيو نفس الحكاية بالظبط زي ما قلنا. نيجي هنا اهو هنقول كونتينيو. كلمة كونتينيو كونتينيو. نتكلم بقى عن كونتينيو انه استخدام هذه الكلمة يتيح ايضا للمستخدم التحكم في البرنامج بناء على تحقق شروط معينة ولكن الحاسب في هذه اللحظة لا يقوم بإيقاف العمليات ولكن فقط يتخطى العملية التي ايه اللي هي شغاله بمعنى صح يعني ايه العمليه التي تنفذ في الوقت الحالي ويقوم باستكمال باقي العمليات. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ايه الفور ان لوب وعرفنا ايه هو السويتش وعرفنا ايه هو البريك اللي هي الكي وورد او الكلمه اللي اسمها بريك والكلمه اللي اسمها ايه كونتينيو. تمام كده. تمام. طيب هل في اي مشاكل في اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي؟ يا جماعه في اي مشاكل تحبوا اعيد لكم الحاجه دي تاني عشان تفهموها؟
في الجافا سكريبت مفيش حاجه اسمها فور ايتش، بس استخدام فور ان هو هو اللي بيعوضك عن فور ايتش، لان هو الجافا سكريبت اصلا ما فيهاش حاجه اسمها فور ايتش زي اللي موجوده في البي اتش بي. ففي الجافا سكريبت بقى بتستخدم البديل لها اللي هو احنا بنسميه فور ان. تمام كده؟ اوكي. الفور والوايل زي ما قلت لحضراتكم في الاول خالص، كل اللوبز على فكره بتشتغل بنفس الميكانيزم بالظبط، كلها واحد. انت عندك كونديشن لابد ان هو في الاخر يتحقق انه يبقى فولس، يعني ايفالويت تو فولس. فمفيش اي فرق ما بين اي لوب والتاني على فكره، كلهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. اللوب وظيفته في الحياه ان هو يقوم بتكرار كل العمليات المحصوره ما بين الاقواس، يعني العمليات بتاعه البادي بتاعته، ولكن الكونديشن هو اللي بيحكمني. فانا في الواي لوب ما عنديش غير ان انا اكتب فقط الكونديشن بتاعي ما بين القوسين، وبتعرف الكاونتر بتاعك اللي هو العداد بره الوايل لوب، وبتضطر انت تكرر يعني تزوده او تنقصه جوه الوايل لوب لغايه لما الكونديشن اللي جوه يبقى ايه، يبقى فولس. اما الفور لوب هي العمليه فقط ان انت بتلاقي نفسك ان انت عندك ال 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 القوسين، ممكن تحط كل حاجه ما بين القوسين، بتحط الانيشاليز بارت بتاعك اللي هو الكاونتر اللي انت هتبدا بيه، وبعدين بتحط الكونديشن بتاعك، وبعدين بتحط الانكريمنت، فهو كله في سطر واحد. فعلى فكره لو انت جيت ركزت هتلاقي انه الوايل لوب، الفور لوب، الدو وايل لوب، كلهم لوبات واحده، عشان ما حدش يقول لك ان هم مختلفين عن بعض. اللوب نفس الميكانيزم، بيعمل نفس العمليات، ان هو تكرار الشيء اللي موجود فقط، ولكن طريقه الكتابه فقط هي اللي بتحدد. فبالتالي انا ممكن اعمل عمليات بالفور لوب هي هيها بالظبط اللي بتتعمل بالوايل لوب، بس الطريقة في الميكانيزم بتاعت كل واحد يوم بتختلف عن الأخرى، مش أكتر من كده. سيادتك بتقول هو ليه قام بالطباعة رغم عدم تحقق الشرط في المرحلة الثانوية والجامعية؟ ما عشان أنا بقول لحضرتك إنه في حاجة اسمها ديفولت كيس، ما هو أنا بقول كده من الصبح. في حاجة اسمها ديفولت كيس، الديفولت كيس اللي هو الوضع الافتراضي، أي في عدم تحقق أي شرط من الشروط، فإن الديفولت كيس هي اللي هتتعمل، بس كده. تمام. نوقف بقى الشات ونكمل بقى ايه مع نفسنا. هنتكلم بقى دلوقتي عن ايه؟ هنتكلم عن الايه بقى؟ الفانكشنز. ايه هي الفانكشنز بتاعتنا؟ الفانكشنز بمعنى اصح هي دوال، والدوال هو ان تقوم بتجميع عمليات معينه يتم استخدامها بصفه متكرره او مستمره للقيام بها في خطوه واحده. بمعنى ان انا دلوقتي على سبيل المثال هديكم حاجه بسيطه جدا. واحد جه قال لي انت عندك اتنين موظفين، الموظف الاولاني بياخد 1800 جنيه في الشهر، والموظف الثاني بياخد 2500 جنيه في الشهر، وانا دلوقتي عايز ان انا اطلع على سبيل المثال صافي المرتب بتاع الموظف بتاعي. فبالتالي انت لو جيت بصيت هتلاقي ان انت بتستخدم نفس العمليه الرياضيه. تعال نشوف مع بعض. لو احنا جينا هنا وقلنا نيو فايل اهو، وكتبنا هنا كلمة functions save functions، تعالى مع بعض نفتح سكريبت جافا سكريبت. انت عايز تتكلم عن ايه؟ عن الفانكشنز. قول ان انت عندك على سبيل المثال امبلوي رقم واحد اسمه محمد، وعندك فاريبل تاني اسمه امب 1 سالري اللي هو مرتب الامبلوي رقم واحد اللي هو ونفترض 1800 جنيه، وعندك فاريبل تاني اسمه امب تاكس، امب 1 تاكس اللي هو بيساوي 5%، وبعدين عندك هنا اهو ده employee 1، وبعدين عندك هنا employee 2 variable اسمه emp 2 يساوي أسامة، وبعدين عندك var اسمه emp 2 salary يساوي 2500 جنيه، وبعدين عندك variable اسمه emp 2 تاكس اللي هو الضريبه المفروضه على المرتب 0.1 يعني 10% ونفترض.
دلوقتي بقى انا عايز احسب صافي المرتب للاولاني والتاني. فطبعا بطبيعة الحال هتقول ايه؟ هتقول ان انا عندي فار اسمه net salary اللي هو صافي من المرتب بيساوي salary ناقص salary في tax. فطبعا انت لو جيت عملت document.rights لل net salary كده بالمنظر ده، نعمل اف 12 للصفحة دي اهو، هتلاقي انه صافي المرتب هو 1710 جنيه. ليه؟ لانه طبعا هو قام باخذ هذه القيمة وطرحها من ناتج ضرب القيمة نفسها في 5% اللي هي الضريبة بتاعتي. فاصبح دلوقتي لو انا جيت قلت لك اعمل لي كمان نفس الحكاية لام 2، هتقوم قايل لي انا هاخد ده كده كوبي وهقوم جاي هنا هو عامل ايه بقى؟ قايل انه امب 2 نت سالري يساوي امب 2 سالري في امب 2 سالري او ناقص، انا اسف، امب 2 سالري في امب 2 اكس. وهاجي اعمل نفس الخطوه هنا بالظبط، كوبي بيست، نزود هنا بس بريك لاين، المره دي بقى هكتب ايه؟ 2. تعالى نعمل ريفرش للصفحه بتاعتنا كده، هنلاقي 1710 في حاجة غلط عندي هنا، انا اسف، هنلاقي 1710 وهنلاقي 2250. ليه؟ لانه طبعا ال 1710 هي بتاعت المرتب بتاعت الموظف الاولاني، و 2250 هي الناتج من الموظف ايه التاني. تمام. فدلوقتي بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارجع واقول في الحالة دي هل يمكن ان انا اقوم بتجميع هذه العملية الرياضية اللي احنا بنكررها كتير على كل الموظفين واستخدمها مرة واحدة فقط؟ هنا يأتي وظيفة الفانكشنز اللي هي الدوال. والفانكشنز عبارة عن دوال رياضية، انا اسف، دوال بمعنى اصح يمكن ان تحتوي بداخلها على اي عدد من العمليات. هذه العمليات يتم استخدامها بصفة متكررة او مستمرة في البرنامج بتاعي. فاصبح بالتالي انا ممكن اقول انا هعمل فانكشن واحدة او دالة واحدة اسمها calculate net salary، يعني احسب لي صافي المرتب. فالفانكشن دي لازم تديها السالري بتاع الموظف وتديها التاكس اللي هو الضريبه بتاعت الموظف، وهي من نفسها تقوم مطلعه لك ايه بقى؟ تقوم مطلعه لك الناتج اللي هو صافي السالري بتاع كل واحد. فبالتالي لو انت عملت الداله دي مره واحده تقوم كل مره باستدعاء اسمها فقط. شوف بقى انت كده وفرت على نفسك كتابه كود قد ايه، لان انت مش كل مره هتقعد تعرف هنا فاريبل جديد او متغير جديد عشان تقوم بنفس العمليات الحسابيه. انا هنا عندي موظفين بس، لو نفترض ان انت عندك 100 موظف، يعني انت كده هتعمل 100 فاريبل، وبالتالي هتلاقي ان العمليه بقت صعبه عليك. ليه بقت صعبه عليك؟ لان طبعا زي ما انت عارف هتلاقي انه انت عندك هنا 100 فاريبل بيقوموا ب 100 عمليه رياضيه، يمكن ان انا اختزل العمليات دي كلها في فانكشن واحده بس او داله واحده بس. تمام كده؟ تمام. في الجافا سكريبت الفانكشن بتعتبر من النوع فانكشن، يعني الفانكشن نفسها ككلمه هي نوع من انواع الداتا تايبس اللي احنا خدناها زي البوليان والاراي بالظبط كده. فاحنا عندنا في الجافا سكريبت الفانكشن هي نوع من انواع الداتا المستخدمه. طب تعالى نشوف احنا ممكن نعرف الفانكشن ازاي. هنيجي هنا ونقول فانكشن، نعمل كده كوبي الدوال، هي ان تقوم بتجميع مجموعة من العمليات التي تنفذها او تستدعيها اكثر من مرة في كتابتك للبرنامج، وبالتالي توفر عليك الكثير من الوقت في كتابة مثل هذه العمليات، ويمكن إعادة استخدامها مرة أخرى دون الحاجة إلى كتابتها من جديد.
فبالتالي لو انت جيت بصيت هتلاقي ايه بقى، هتلاقي ان الفانكشن انت بتكتبها، وبعد كده ممكن تلاقي ان انت الداله دي انت عايز تستخدمها، لان هي هي وياها عايز تستخدمها في برنامج تاني او تالت او رابع. ده بقى هيليد او هيقودنا الى مفهوم مهم جدا في علوم البرمجه بيسمى الكود ريوزابيليتي، او اعاده استخدام الكود. لان طبعا البروجرامر ما عندوش الوقت ان هو يقعد يكتب نفس الكود كل مره، فبالتالي هي دي بقى الهدف او الطرق التي يتم بها انشاء المكاتب البرمجيه اللي احنا بنسميها اللايبريز بمعنى اصح، او الفريم وركس اللي انتوا بتسمعوا عنها. ان الديفلوبر او البروجرامر بيقوم جاي مجمع كل الفانكشنز بتاعته ويحطها في مكتبه واحده، وبالتالي بيستدعي هذه المكتبه اللي هو الملف اللي فيه كل العمليات دي، ويبدا بقى يستخدم الفانكشنز دي، لان هي فانكشنز جاهزه هو عملها خلاص، مش هيبدا يكتب كل مره نفس العمليات دي. كيف تقوم بكتابه فانكشن؟ الفانكشن تكتب باستخدام كلمه فانكشن يليها الفانكشن نيم بالمنظر ده كده، اللي هو اسم الفانكشن نفسها، تمام، وبعدين قوسين. انا نعمل كده، تمام. هنا في القوسين يكتب ما يسمى بالارجيومنتس، وبعدين هنا ستيتمنتس to be executed، وبعدين return values. تعال بقى نفصص اللي احنا شفناه ده واحدة واحدة كده عبارة عن ايه. تعال نشوف كلمة function هي كلمة بتحتفظ بها اللغة اللي هي جافا سكريبت لتعريف اي function جديدة. يعني انت بتقول انا عايز اعرف دالة، بكتب كلمة function، وبعدين اكتب اسم الدالة بتاعتي وطريقة كتابة الدالة بالظبط زي ما بتكتب اسم المتغير بتاعك. طبعا انت فاهم، ما بتبدأش برقم، ولكن يمكن ان تبدأ باندرسكور او حرف كابيتال او حرف سمول. اما الارجيومنتس فهي عبارة عن متغيرات تقوم باستخدامها في العمليات التي تتم داخل الدالة. اصبح انه دي متغيرات مش شرط ان هي تكون معرفة مسبقا قبل كده، بس انت بتستخدمها كمتغيرات علشان تقوم بعملياتك. فاصبح انه في عندي هنا عمليات حتتم، وبعدين عندي حاجة اسمها return values اللي هي القيمة اللي هترجع من الفانكشن. وهقول لكم دلوقتي انا بستخدم كلمة return دي ليه. طيب ما هي الاشياء الاساسية لتعريف الفانكشن؟ رقم واحد، ان تقوم بكتابة كلمة function متبوعة باسم الدالة. رقم اثنين، ان تقوم بكتابة العمليات التي سوف تنفذها هذه الدالة. طبعا كونك ان انت تكتب العمليات او لا، على فكرة هو مش شرط اساسي، بس اعتبره انت من نفسك ان هو شرط اساسي، ولكن هو في الحقيقه ليس شرطا اساسيا، لان في لغات برمجه كتير بتستخدم حاجه اسمها البروتوتايبنج. ففي البروتوتايبنج ده انت فقط بتقوم بكتابه اسم الداله والمتغيرات اللي هتستخدمها، وما بتكتبش البادي بتاعها، يعني العمليات اللي هتنفذها. فبالتالي حقيقه في البرمجه عدم كتابه البادي اللي هو الجزء ده بتاع الفانكشن بتاعتي او الداله ليس شيء اعتبار مهم. يعني انا مش لازم ان انا اكتب البادي بتاعي، بس انت من نفسك عود نفسك ان انت ما تسيبش الايه الفانكشن بتاعتك فاضيه. على الاقل قم بكتابه عمليه واحده علشان تقدر ان انت تستخدمها. تمام كده، اعتبر بقى دول هم الاجزاء المهمه. طب ايه هي الاجزاء اللي مش مهمه؟ الاجزاء اللي مش مهمه هي ان تقوم بتعريف، انا اسف، بتعريف متغيرات للاستخدام الداخلي فقط، يعني استخدام داخل الداله فقط. رقم اثنين، ان تقوم بارجاع قيمه معينه للاستخدام الخارجي من الداله. طبعا الكلام ده كله لغايه دلوقتي ستيل لسه كونفيوزنج، يعني في غموض، انا مستغرب، انا مش فاهم.
انا عايز افهم الكلام ده كله بصفة عملية علشان يثبت في دماغي. طيب تعالى نشوف مع بعض مثال بقى عملي كامل علشان نفهم الفانكشن بتتكتب ازاي ونقدر نبنيها ازاي ونقدر نشتغل عليها ازاي. تعالى نشوف مع بعض. هاجي هنا هقول ان انا عايز ابني فانكشن. الفانكشن دي اوتوماتيكيا هي اللي بتطلع لي الناتج بتاعي اللي هو صافي المرتب بتاع الموظف. فهكتب كلمة function وهقول ان الفانكشن اسمها calculate net salary، يعني احسب لي صافي المرتب. انا عايز حاجتين، عايز مرتب الموظف وعايز الضريبة. يبقى هقوم كاتب هنا عايز السالري وعايز التاكس. هتقول لي يا محمد يعني انا كده اكتب اي اسمين؟ هقول لك اكتب اسم المتغيرات اللي انت عايزها. طبعا اتبع طريقه واضحه عشان انا لما يجي واحد ديفلوبر او بروجرامر وراك يقول سالري، هو قصده هنا ان انت عايز تحط السالري، تاكس انت قصدك عايز تحط التاكس. تمام كده؟ تمام. فبالتالي انا هقول ايه؟ هقول ان انا عندي فاريبل اسمه نت سالري بيساوي دايما اي سالري هيخش لي بالمنظر ده ناقص السالري نفسه اللي هو دخل ده اللي المستخدم حاطه لي في التاكس. فكده انا خليت الفانكشن تاخد اي سالري واي تاكس وتحط لي الناتج بتاع العمليه الرياضيه دي في متغير اسمه نت سالري، والنت سالري ده هو صافر ايه؟ صافي المرتب بتاعي. ولكن هذا المتغير لا يمكن استخدامه خارج الفانكشن بتاعتي، وهقول لك دلوقتي لا يمكن استخدامه ليه لما نتكلم عن حاجه اسمها الفاريبل سكوبس. وبالتالي فانا دلوقتي بقى علشان هو جوه مش هقدر ان انا استخدمه، عايز بقى ارجعه للمستخدم. فلارجاع قيمه ما ستتم من عمليات رياضيه لتصبح قيمه لهذا المتغير هتيجي هنا تكتب كلمه ريتيرن، وهي ايضا كلمه محفوظه بالنسبه للغه، وهتقول ريتيرن نت سالري. واجب العلم او انه لازم تحط في الاعتبار انه كلمة ريتيرن لا يجب ان تتبع الا بمتغير واحد فقط، بمعنى انه الفانكشن نفسها او الدالة لما بترجع لك قيمة بترجع لك قيمة واحدة فقط، ما ينفعش نرجع اكثر من قيمة. القيم بتاعتي دي بقى ممكن تكون اوبجكت، اري، بولين، يعني ترو او فولس، وهكذا، ما تفرقش معايا. المهم ان انا برجع قيمة معينة، ايه بقى نوعها؟ انا ماليش دعوة، ولكن الريتيرن هو قيمة واحدة فقط. تمام كده؟ تمام. طيب بالتالي استخدامك لهذه الداله هيكون ازاي بقى؟ تعال نشوف. تعال نشيل الكلام ده من هنا كله بالمنظر ده. حلو؟ هقوم بقى جاي قايل ايه؟ طلع لي الفانكشن دي فوق لان هي دي الفانكشن اللي انا عايز استخدمها، هي دي الداله بتاعتي اهي خلاص. اقوم جاي كده عامل عليها كومنت عشان اللي يخش يفهم. This function calculates the net salary of any employee، تحسب صافي المرتب بتاع اي موظف. عايز استدعيها بقى، استدعيها ازاي؟ اقوم جاي كاتب calculate، اسم function كده calculate net salary، واقوم جاي فاتح القوس اهو بالمنظر ده كده. طبعا function مكتوبه غلط calculate. تمام كده؟ اقوم جاي فاتح القوس بتاعي واكتب بقى، اكتب السالري اللي انا عايزه. طب السالري اللي انا عايزه احسبه اللي هو امب 1 سالري كده اهو، والتاكس بتاع الموظف الاولاني اللي هو امب 1 تاكس، كوبي حطه هنا اهو واقفل واعمل كده اهو. فكده انا الفانكشن دي هترجع لي الناتج اللي انا مستنيه. طب الناتج ده انا كده هستخدمه ازاي؟ يبقى ممكن اقوم جاي اعرضه. طب اعرضه ازاي؟ اهو دوكيومنتس دوت رايت كده بالمنظر ده كده، او اقول انه مثلا امبلوي اللي هو اسمه امب 1 بلس سالري از كده بالمنظر ده. فبالتالي تعالى بقى نعمل ريفرش، تعالى نشوف مع بعض الفانكشن اهو. بص معايا
employee محمد salary is 1710. ايه اللي حصل بقى في الحالة دي؟ اللي حصل زي ما انت شفت دلوقتي انه بمجرد ما انا عرفت هذه الدالة فوق استخدمتها تحت هنا، وطبعا لانه الناتج اللي راجع من هنا هو الرقم اللي هيطلع اللي هو بعد ما رجعت هو ريتيرن، فهيتحط هنا عادي واقدر استخدمه زي ما انا عايز. يمكن استخدام الناتج مباشرة بهذا المنظر، ويمكن ان تقوم بتعريف متغير، مثلا ممكن تقول var زي ما احنا كنا كاتبين كده imp1 net salary بيساوي ناتج ما سيكون من هذه الدالة بالمنظر ده كده، وقوم جاي بقى هنا عارض ايه imp1 net salary. تعالى نتأكد، نعمل ريفرش مع بعض ونشوف. اهو تعالى نعمل ريفرش مع بعض، نفس الناتج employee محمد salary is 1710. ليه؟ لان انا هنا الناتج اللي طالع من هذه الفانكشن بعد عملياتها كلها اللي جوه رجع للمتغير اللي اسمه imp1 net salary. تعالى بقى نتكلم عن الطريقة التي تمت بها هذه الايه الدالة، يعني الطريقة التي ستعمل بها هذه الدالة. ايه اللي حصل لما انا استدعيت الدالة وكتبت المتغيرات دي؟ واحد هيقول لي انت هنا كاتب سالري وتاكس. بص يا سيدي، الارجيومنتس هي عبارة عن متغيرات يتم تعريفها فقط للاستخدام الداخلي، فبالتالي عند استدعاء الدالة تقوم فقط باستبدال المتغيرات اللي هي الارجيومنتس دي بالمتغيرات اللي انت عايز تستخدمها. فاصبح لما انت بتقول كالكيوليت نت سالري وبتحط امب 1 سالري، اصبح سالري دي قيمتها هي امب 1 سالري، يبقى انت كده بتقول له ايه ال 1800 جنيه هنا، والامب 1 تاكس حطيته مكان تاكس، فاصبح انت عندك كده 5%. فتقوم المعادله او الداله، انا اسف، بتنفيذ هذه المعادله الرياضيه اللي هي تعريف متغير اسمه نت سالري اللي بيساوي 1800 ناقص 1800 في 5%، وبعد كده يطلع لنا 1720. رجع لي بعد اذنك ريتيرن، رجع لي ال 1710 من هذه ايه الداله. فلما طبعا ترجع يمكن ان انا استخدم هذه الداله مباشره، لان القيمه هترجع مكان السطر ده، يعني السطر ده كله هيساوي 1710. طب طبعا هيساوي 1710، ممكن ان انا احطه اوتوماتيكيا في متغير زي ده، وممكن انا استدعي الداله على طول واكتبها هنا زي ما انتم شفتوا فين في الاول. فهذه هي الطريقه التي تعمل بها الدواله. طبعا واحد هيجي يقول لي محمد بعد اذنك انا دلوقتي عايز اعرف انت ليه قلت انه ممكن فعلا استغني عن الارجيومنتس واستغني عن الريتيرن. تعال اثبت لك، تعال نعمل مع بعض فانكشن اسمها شو سالري. الفانكشن دي هي اللي بتعمل الكلام ده، هي اللي بتعمل الجزء ده، بتاخد دي كده بتعرضها على طول. بص احنا هنطلع دي فوق كده، فانا هنا عايز ايه؟ عايز احط له اسم الامبلوي يبقى امبلوي، وفي نفس الوقت السالري بتاعه الصافي اللي هو النت سالري بالمنظر ده كده. فبص بقى معايا، انا عايز الامبلوي يتحط هنا، واي حاجه تتحط مكان السالري تتحط هنا. يبقى في الحاله دي انا ممكن اقوم قايل ايه بقى؟ قايل انه شو سالري، وقوم جاي عامل كده اهو، اكتب الامبلوي بتاعي اللي هو امب 1، يبقى هيحط لي كلمه محمد، وبعدين اكتب الارجيومنت رقم 2 بتاعي اللي هو النت سالري اللي هو هيبقى القيمه دي كوبي بالمنظر ده كده. نفذ هذه الفانكشن، تعال نشوف مع بعض، هنعمل ريفرش كده هيقول لك ايه نفس الكلام امبلوي محمد سالري از 110. فبالتالي زي ما حضرتك هتلاحظ انا هنا ما رجعتش حاجه. هتقول لي ليه يا محمد؟ ما هقول لك فعلا السطر ده بينفذ عمليه بطوله على بعضه، هو بيعرض الكلمه على الشاشه، ولكن هل في قيمه هترجع للمستخدم؟ لا طبعا ما فيش اي قيمه هترجع للمستخدم، لانه هذا السطر يقوم بعمليه كامله وهي عرض ما محتواه هنا على الشاشه بتاعتي. فبالتالي استخدامك لكلمه ريتيرن ان انت ترجع قيمه انت عايز ترجعها للمستخدم عشان بعد كده يحطها في فاريبل، يعرضها زي ما هي، يعمل فيها اي حاجه، هو حر. تمام كده؟ تمام. ممكن على سبيل المثال مثلا
تقول هل فعلا ممكن اشتغل على الارجيومنتس. اقول لك اه، اقول لك مثلا فانكشن اسمها شو جريتنج، اعرض جريتنج، افتتاحيه كده اللي هي ايه، سلام عليكم مثلا. تكتب هنا كده كوبي اهو دوكيومنتس بالمنظر ده كده، ويلكم تو اور ويب سايت كده. فهقوم جاي هنا في الاول قايل ايه، قايل شو جريتنج بالمنظر ده، وبعدين اعمل لي ايه السالري. طب شو جريتنج دي خلينا نحط كمان بي ار تاج عشان تفصل عن اللي تحتيها بسطر. انا نشوف هل الكلام ده حقيقي اهو، ويلكم تو اور ويب سايت امبلوي محمد سالري از 1710. فزي ما حضرتك شايف انه انت كده فهمت الداله، الداله عرفتها باستخدام كلمه فانكشن، ولان هذه العمليات يتم تكرارها من مره الى اخرى، فانت كل اللي بتعمله ان انت بس بتستخدم اسم الداله وتبظلها هنا على طول المتغيرات اللي انت عايز تحطها مكان القيم دي. فاصبح الارجيومنت بتاعك هو المتغير اللي انت هتستخدمه فقط علشان تشغل الداله، لكن ايه اللي انت هتحطه بداله انا ماليش دعوه بقى، ان هو هيحط بقى اي متغيرات ان شاء الله، حتى يحط إيه مثلا متغيرات هعرفها قدام بعدين ما تفرقش معايا، انا عندي داله ثابته، الداله دي هتقوم بتنفيذ كل العمليات على بعضها. طبعا الفانكشنز يا جماعه ممكن تبقى اكبر من كده بكتير، ممكن تقوم بتنفيذ عمليه كبيره قوي تمام كده، ولكن خذ هذه القاعده مني عشان تبقى بروفيشنال. دائما وابدا اذا قمت بكتابه برنامج يجب عليك ان تقوم بتبسيط عملياتك، فاذا كان لديك اكثر من عمليه وتتشابه بعض العمليات في اخراج ناتج معين، يعني مثلا حاجه اقول لك ايه، محمد بعد اذنك انا عايزك تعمل لي داله، الداله دي بتطلع لي صافي الربح. فتلاقي مثلا ان انت بتعمل ثلاث عمليات تطلع منها مثلا قيمه معينه، واربع عمليات ثانيه تطلع منها قيمه ثانيه، وعمليه واحده هي الناتج ده ناقص ده تطلع لك القيمه اللي انت عايزها اللي هو صافي الربح. ما تكتبش كل عملياتك في داله واحده اسمها صافي الربح، لا، اعمل العمليات الاولانيه عشان تطلع قيمه رقم واحد وخليها داله واحده، لان انت هتضطر تنفذ نفس العمليات دي ثاني، واعمل فانكشن ثانيه لوحدها تنفذ العمليات اللي هتطلع قيمه رقم اثنين، لان انت ممكن تستخدم الفانكشن دي على حده لوحدها، واعمل فانكشن تنادي على الاثنين تاخد مجموع حاصل للفانكشن دي زائد الفانكشن دي او ناقص دي، دي ناقص دي مثلا، تدي لك الناتج اللي انت محتاج ان انت تطلعه. فبالتالي لما تيجي تفهم كده المفهوم بتاع الدوال هتلاقي ان انت الدوال بتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا جدا في كتابتك للبرنامج، لانك بتبسط عملياتك وبتجمعها في مكان معين، وفي هذه الحالة يمكن ان تبدأ باستدراج او ان انت تفهم يعني ايه كلمة مكتبة برمجة او مكتبة اكواد اللي انت بتعمل مجموعة الدوال بتاعتك كلها وتحطها في ملف واحد صحيح، او ونعمل فايل جافا سكريبت فقط فاضي اهو كده، واقوم جاي مني الفايل مثلا على سبيل المثال انه ده ماي جافا سكريبت لايبراري مكتبه بتاعتي، احط الفانكشنز هنا خلاص، واكتب هنا ماي ال اي بي ماي لايبراري مثلا. فبالتالي انا ممكن اقوم جاي كده بقى كل مره عايز اكتب فيها برنامج انا عندي فانكشنز جاهزه، اقوم جاي هنا فاتح السكريبت تاج بتاعي زي ما انت عارف كده بالمنظر ده، بس طبعا هكتب هنا السورس اللي هو الفايل بتاعي اللي هو ماي لايبراري اللي هو ده، واقوم جاي قافل التاج بتاعي بتاع السكريبت بالمنظر ده كده. فبالتالي لما انت بقى تيجي تعمل ريفرش للصفحه بالمنظر ده هتلاقي انه الصفحة هتنفذ كل العمليات تاني، لان العمليات اتخذت من هنا، فانت استدعيت بس فقط عملياتك في اللايبراري بتاعتك من هنا زي ما انت شايف اهو، ولما كتبت السكريبت بتاعك قام باستدعاء هذه الفانكشنز او الدوال منين، من الملف اللي انت حطيته هنا زي ما انت شايف. فبالتالي انتوا كده فهمتوا ازاي نعمل الفانكشن بتاعتنا، ايه هي فايدة الارجيومنتس والمتغيرات، هي البودي بتاع الايه الفانكشن بتاعي، وازاي استخدم كلمه ريتيرن في ان انا ارجع الناتج للمستخدم. تمام كده، تمام. طيب
هنعمل انيبل للشات تاني. هل في اي حد عنده اي مشكلة او ما فهمش اللي انا قلته لغاية دلوقتي؟ حطيت ريتيرن وكتبت جنبها ارجوز، حطيت ريتيرن وعملت اي حاجه، هي مفيش اي مشاكل. انت بترجع حاجه واحده بس، بترجع قيمه معينه. انت لما بتقول ريتيرن زيرو يعني انت كده بترجع فولس، ريتيرن واحد يعني بترجع ترو. وصلتك؟ يعني مثلا على سبيل المثال هنا قلت لك اكتب لي فانكشن تتاكد منها اذا كان هذا المستخدم ادمن ولا لا. تعال نشوف مع بعض، تعال نكمل المكتبه بتاعتنا. هكتب هنا فانكشن اسمها is admin، هل هو admin ولا لا؟ تمام؟ ونحط هنا variable هو privilege اللي هو صلاحيات المستخدم. privilege اللي هي دي privilege بتاعتي يعني، بتساوي admin كده return true، رجع لي true. if return false. طب تعالى نستخدم دي. هاجي هنا على الفانكشنز بتاعتي وهقوم جاي هنا قايل ايه؟ قايل ان انا عندي var يوزر نيم، او var انا اسف يوزر privilege بيساوي admin. فهقوم قايل كده بالمنظر ده، حطه هنا فوق. هقوم قايل لو كان المستخدم ده اللي انتوا شايفينه ادمن اعمل لي العمليات دي، لو مش ادمن هيرد له صفحه فاضيه. تعال نشوف مع بعض، تعال نشوف. فهقوم قايل ايه بقى؟ هقوم قايل if is admin واكتب هنا البريفليج بتاعتي اللي هي اليوزر بريفليج ده بالمنظر ده كده كده، نفذ هذه العمليات كده اهو بالمنظر ده كده. تعال نشوف مع بعض. لو انا جيت عملت ريفرش للصفحه بتاعتي بتاعت الفانكشنز اهو، هيقول لي ويلكم تو اور ويب سايت امبلوي محمد سالري 1710. طب لو انا خليت ده مش ادمن، خليته يوزر عادي اهو بالمنظر ده كده. تعال نشوف، هنعمل ريفرش للصفحه بتاعتنا هيدينا صفحه فاضيه. طب ليه؟ لان انت لو جيت بصيت هتلاقي انه انت هنا بتقول الريتيرن بتاع الفانكشن بتاعي في الحاله دي هيبقى فولس. طب الفانكشن مرجع لي فولس، يعني معنى ذلك انه كل ده على بعضه بيساوي فولس. فطالما الكونديشن اللي موجود في الاف ما بين الاقواس فولس، يبقى ايه اللي هيخليني انفذ العمليات دي؟ فيمكن ان تقوم باسترجاع اي قيمه، وده انا ذكرته. قلت عايز ترجع بوليان ترو او فولس، عايز ترجع اوبجكت، عايز ترجع اي حاجه رجع. المهم ان انت لما ترجع القيمه تاكد ان انت بترجع حاجه واحده بس، بترجع قيمه واحده بس مش اكثر من متغير. جست رقم 273، يا ريت توضح السؤال. فاشل من غير ريتيرن اللي كان يكون تكون تنفذ لي مهمه من غير محتاجه. يا جدعان هو انا عمال بغني في ملطه؟ ده خليني اشد في شعري ولا ايه؟ انا مش لسه قايل لكم حالا انه انا ممكن استخدم الريتيرن وممكن ما استخدمهاش؟ امال انا بسالكم ليه وبقول لكم انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ارجوكم لو في حد مش فاهم يسالني. ما انا لسه حالا قايل انه انت عندك الريتيرن والارجيومنتس هي حاجات اوبشنال اختياريه، ممكن انت تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش. وشارحها وقعدت اشرح فيها ايه؟ وعملت لكم هنا فانكشنين اهم. فانكشن الاولانيه ما فيهاش ريتيرن اهي، والفانكشن الثانيه ما فيهاش ولا ريتيرن ولا ارجيومنتس خالص اهو. الفانكشن بتنفذ عمليه واحده بس وشكرا على هذا الاساس. ارجوكم لو حد عنده سؤال يقوله، ولو حد مش فاهم يقوله، لكن ما اقعدش اشرح وبعدين في الاخر واحد يقول لي ايه انا فاهم وبعدين يقول لي لا. بصوا يا جماعه،
دلوقتي بقى احنا هنعمل حاجة. طيب لو بعد ارجيومنت وضعنا فاصلة منقوطة. لا بصوا يا جماعة، انا الحاجة اللي انا بكتبها لكم هو ده الستاندرد، ما ينفعش هنا احط سيمي كولون، ما ينفعش، دي كده ما تبقاش فانكشن. يعني لو قصدك على كده، دي كده ما تبقاش فانكشن، هي تكتب بهذا المنظر. لو كان في فاصلة منقوطة كنت انا قلت لك حط هنا فاصلة منقوطة، لكن هي الفانكشن بتكتب بهذه الطريقة بهذه الكيفية، عشان الناس بس ايه ما تتلخبطش. هنشوف احنا عملنا قد ايه، 58 دقيقة. اوكي هنقف دقيقتين بالظبط، اسيف بس الفيديو علشان ايه ما يقفش مني. اسمه سالري، واللي بعديه هو انتجر، والمنظر ده اسمه مثلا تاكس، ممكن يكون رقم صحيح. فانت طبعا هنا مقيد ان انت تستخدم انواع الناتج اللي هيرجع من الايه من الفانكشن، وطبعا الفانكشن مش بنرجع ناتج، فبتكتب هنا فويد مش اكتر من كده. وفي نفس الوقت بتكتب كمان انواع الارجيومنتس اللي انت بتكتبها. فالفرق ما بين اللغات الاستريكتلي كودد لانجوجز واللوزلي تايب لانجوجز ان هي ما بتتقيدش نهائيا باستدعاء الايه الانواع بتاعه المتغيرات او الفاريبلز او الفانكشنز اللي انت هتقوم بتعريفها او هتستخدمها. اسئله ثانيه؟ يعني في اي حد عنده اي سؤال تاني؟ بالنسبة لان انت تعرف الفانكشن تحت وتنادي عليها فوق، احيانا بيبقى في حاجات ممكن ان انت تعرفها تحت وتنادي عليها فوق، واحيانا لا. فدي بتبقى دايما باينه من الاستخدام بتاعك. يعني ممكن مثلا تعرف فانكشن تحت وتنادي عليها فوق، ممكن الانتربريتر يقراهم كلهم مره واحده ويبدا ينفذها، وممكن تيجي تعرف متغيرات معينه مثلا تحت وتيجي تنادي عليها فوق او تستخدمها فوق، فما تبقاش جاهزه معاك او ما تفهمش معاك وهكذا. اذا كتبت void ايه لازم اكتب return صح؟ لا انت هنا ما بتكتبش. يا جماعه ابوس ايديكم افهموا عشان خاطري، احنا في الجافا سكريبت ما بنكتبش اي نوع من انواع المتغيرات، لا بنكتب integer ولا بنكتب void ولا بنكتب string. ابوس ايديكم افهموني، دي لغه والله العظيم نكتبها. بص هكتبها لكم بخط 48. This is a loosely typed language. اكبر خط عندكم هنا كام؟ 40 اهو. احنا مالنا بقى مال السي بلس بلس دلوقتي؟ احنا بنتكلم عن هنا. لو بتتكلم عن السي بلس بلس يبقى انت لو كتبت void يبقى معنى ذلك انت مش هتستخدم return، هو انت بترجع return في void. لكن لو انت بتكتب integer او بتكتب string في السي بلس بلس يبقى انت لازم الريتيرن تايب يبقى من نفس النوع. لو عندكم اي اسئله في لغات البرمجه بره الجافا سكريبت خلوها لاخر المحاضره وانا هجاوبكم عليها باذن الله. يا جماعه فهمتوا؟ فهمتوني؟ عرفتوا يعني ايه؟ بص بص استاذي انا اسف انا ما اعرفش اسم حضرتك ايه، بس لو انت درس بروجرامينج كويس هتعرف. وديع استاذ وديع اهلا وسهلا بحضرتك. بص في علوم البرمجه في حاجه اسمها لوزلي تايب لانجوجز وفي حاجه اسمها ستريكتلي او سترونج تايب لانجوجز. الفرق ما بين الاثنين انه اللوزلي تايب لانجوجز الفاريبلز او الكونتينرز بمعنى اصح اللي بتاخد القيمه لا تلتزم اطلاقا باي نوع من انواع الداتا. فاذا قمت بتعريف متغير وقمت باعطائه قيمه انتجر على سبيل المثال، وفي اثناء كتابتك للبرنامج اضطريت ان انت تغير قيمه الفاريبل بتاعك اللي هو مثلا اكس بيساوي 5 الى اكس بيساوي وديع، فاصبح انه مفيش اي مشاكل نهائيا ومش هيدي لك اي ايرورز نهائيا.
دي بيسموها اللوزلي تايب لانجويجز. لوزلي ليه؟ لان المتغير يفقد بسهوله نوع القيمه التي يحتويها. لكن ستريكتلي او سترونج تايب لانجويجز تقوم بتعريف نوع المتغير بتاعك في البدايه، فتضطر اسفا ان انت تفضل ستيك، يعني لازم تبقى مقيد او ستريكتلي مقيد بان انت تفضل ماشي على نفس هذا النوع. فاذا قمت على سبيل المثال بتعريف متغير ونفترض اسمه انت اكس بيساوي 5، فلا يمكن ان تقول انه اكس بتساوي محمد، لانه كده انت غيرت الاكس من انتجر الى سترينج. طيب اوكي تعالى بقى نكمل. يبقى انت كده فهمت الفانكشنز. في اي مشاكل في الفانكشنز؟ في اي مشاكل في استخدامها؟ عشان احنا هنعمل دلوقتي ايه؟ هنتكلم عن الاوبجكت، وبعد كده نبدا بقى نتكلم عن ايه، عن الفانكشنز كلها. تمام، الله يكرمك. عشان خاطر يا جماعه انا الدبلومه دي عاملها علشان الناس تفهم، مش عايز حد يقول لي انا فاهم وهو مش فاهم. انا عايز الناس كلها تبقى فاهمه ومقتنعه 100% وعارفه هي بتستخدم الحاجه ازاي. تمام، يلا تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن ايه، عن الاوبجكت. بصوا بقى دلوقتي، طبعا اكيد منكم في البرمجه كتير قوي اللي سمع عن حاجه اسمها بروسيجرال لانجويجز وحاجه اسمها اوبجكت اورينتد لانجويجز. معنى صح، تعالى نكتب ده على الوايت بورد بره هنا. وايت بورد رقم ايه؟ رقم 4 ده اهو. بصوا دلوقتي احنا لو قرينا الكلمه دي، كلمة procedural programming بمعنى صح اللي هي البرمجة الإجرائية، بمعنى أنك تقوم بكتابة برنامج بناء على إجراءات. يعني البرنامج كله بيبقى عبارة عن خطوات لتعريف متغيرات وخطوات لتعريف functions أي دوال، وبعد كده تبدأ تستخدم هذه الدوال طول ما أنت ماشي كده. اتفضل حضرتك، اتفضل. اوريدي تو بيلد اب ليست. تمام، بص يا سيدي، المقصود من الكلام ده كالاتي. الراجل بيقول لك ستارت سمول، يعني ابدا صغير. باي ليرنينج هاو تو كونفيجر ا ويب سيرفر، يعني ازاي تتعلم تكنفج ويب سيرفر. وطبعا الكلام ده كبير قوي على واحد مبتدئ، ودي حقيقه يمكن اختلف معاه في الراي. ويب سيرفر اللي هو الكمبيوتر العملاق، السيرفر اللي بيتيح الامكانيه انه يستضيف مواقع الكترونيه علشان تقدر ان انت تاكسس عليها من العالم الخارجي، زي مثلا الويب سيرفر ككومبوننت صغير، او زي الزام سيرفر، او زي المواقع الالكترونيه اللي حضرتك بتشوفها اللي هي موجوده اصلا اوريدي على ويب سيرفرز. فطبعا عشان حضرتك تفهم ازاي تكافئ ويب سيرفر، يمكن ان تفهم الخطوات البسيطة التي تحول جهازك من جهاز عادي الى ويب سيرفر. اما انك تفهم فعلا ازاي بيتكنفج الويب سيرفر، فدي حقيقة شيء صعب شوية او ماتش ادفانس على واحد لا يفقه شيء حاجة عن النتوركينج. ان هاو تو كونفيجر دي ان اس، دي ان اس هو بروتوكول في علوم الشبكات بيسمى دومين نيم سيستمز. دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفرز اللي هي السيرفرات المسؤولة عن تحويل الدومين نيمز اللي هي مسميات المواقع الى اي بيات. لان انت لما بتيجي تخش مثلا على سبيل المثال على جوجل دوت كوم، كمبيوتر ما يعرفش يعني ايه جوجل دوت كوم، ومفيش في الدنيا كمبيوتر يعرف يعني ايه جوجل دوت كوم. بس اللي بيحصل ان انت بتستخدم سيرفيس اسمها دي ان اس. دي ان اس دي هي الدومين نيم ترانسليشن، هي ان انت بتترانسليت او بتترجم الدومين نيم ده الى الاي بي. فاوتوماتيكيا الريكوست بتاعك بتكتب www.google.com وبتدوس انتر، فبيقوم الريكوست مبعوث عن طريق الانترنت بتاعك الى السيرفر الدي ان اس، يقول له بعد اذنك هل في عندك حاجه اسمها جوجل دوت كوم؟ فطبعا هو ما يعرفش يعني ايه جوجل دوت كوم، ولكن هو يعرف حاجه اسمها ان جوجل دوت كوم ده موجود على اي بي
او عشان توصل له توصل له عن طريق اي بي اسمه مثلا 1.1.1.1 ولا افترض، فيقول لك اه انا عندي الطريق الى ما تسميه او ما تطلبه فيوصلك ليه. فبالتالي هو قال لك هنا starts more by learning how to configure a web server and how to configure a DNS so that your website is available on the internet. يعني انه يمكن الويب سايت بتاعك كده يصبح متاح على الانترنت عشان اي حد يقدر ان هو ياكسس عليه او يقدر ان هو يخش عليه. Once you've done that you will find that you've already started to build up a list. يعني ان انت once انك تتمكن او بمجرد ما تتمكن انت تعمل كده تبقى بعد كده ببساطه شديده جدا ممكن انت تبني لستة من المواقع الالكترونيه. اعتقد هو كلامي ممكن هو يكون شايفه من وجهه نظره ان هو صح، ولكن يمكن انا اختلف معاه في الراي لانه مش كل الناس عندها خبره في مجال الشبكات او دي ان اس كونفيجريشن. فممكن فقط ان انت تفهم البدايات اللي هي بدائيات او الاسنشلز معنى اصح عن الموضوع ده بحيث ان انت تبدا تشتغل، مش اكتر من كده. تمام يا جماعه؟ تمام. فدلوقتي احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن procedural programming والobject oriented programming. طب تعالى نشوف مثال عملي حي على الكلام ده فعلا ونعرف ايه الفرق ما بين الاثنين. تعالى نشوف دلوقتي انا هكلمكم مثلا على مستوى لغه زي لغه البي اتش بي على سبيل المثال عشان هشرح لكم بس مبادئ بسيطه في الobject oriented عشان تفهم انا بتكلم ازاي. لو انا جيت دلوقتي على سبيل المثال قلت ان انا عندي هنا موظف، عندي هنا employee بالمنظر ده واحد، وعندي كمان employee بالمنظر ده اثنين، صح كده؟ صح. فهتيجي تقول لي محمد انا عايز افهم حاجه دلوقتي، انت عندك employee واحد وعندك employee اثنين، معنى ذلك انه كل واحد من دول له مجموعه من الخصائص وله مجموعه من العمليات. بص بقى يا سيدي، ايه هي برمجة الكيانات الموجهة اللي الناس بتبقى دايما هربانة منها وخايفة منها؟ هي من اسهل ما يمكن انك تتخيله، هي شيء بسيط جدا جدا، طريقة فهمه يكمن في شيء واحد فقط، كيفية تحويلك لأي شيء في الحياة الى واقع في البرمجة. بمعنى دلوقتي انا بتكلم معاك فبقول لك بعد اذنك انا عايز اعمل موظف واثنين وثلاثة واربعة، هتقول لي بص يا معلم العملية دي سهلة جدا، اكتب اكتب var imp 1 بيساوي كذا، var imp 1 salary بيساوي كذا، var imp 2 var imp 1 مش عارف tax بيساوي كذا، var imp 1 working hours عدد الساعات اللي بيعملها بيساوي كذا. حلو كده؟ انتهيت بان انت عملت بالظبط 10 متغيرات لشخص واحد فقط. تمام. بعدين جيت قلت لك اعمل لي كمان ثلاثة، قمت جاي عامل لكل واحد برضه 10، اصبح انت كده حطيت في الصفحة 40 متغير. تمام كده؟ تمام. فلكونك انت حطيت 40 متغير، شوف بقى انت هتقعد تعمل عمليات على 40 متغير دول قد ايه؟ هتيجي تقول لي فهمني بقى ايه بقى القصد من العمليات اللي انت بتتكلم عنها دي؟ انا هقول لك. دلوقتي انت بتتكلم عن اوبجكت اورينتد بروجرامينج، يعني برمجة كائن. كائن ايه هو الكائن عندي دلوقتي؟ الكائن عندي هو الموظف، ولان الموظف له مجموعه من الخصائص ويقوم بمجموعه من العمليات فيمكن تحويل هذه العمليات والخصائص الى زي ما تقول كده جايد لاين تمبلت، حاجه كده انا ايه اتبعها، مجموعه من الارشادات. هتقول لي اه يعني انت كده بتبسط العمليه؟ هقول لك اه. هتقول لي طب بقى فهمني معنى صح انت بتتكلم عن ايه؟ انا اقول لك تعالى نعمل شير للسكرين مع بعض دلوقتي كده ونشوف احنا ممكن نعمل الحكايه دي ازاي. هاجي هنا على السكرين واعمل شير. كده. تمام يا جماعه؟ بصوا بقى معايا. لو انا جيت هنا قلت ان انا عندي مثلا صفحه بي اتش بي عشان هي اسهل شويه وبعد كده هشرحها لكم على جافا سكريبت ما تقلقوش يعني. اقول هنا او او بي، خلي الصفحه دي هنا ليها او او بي. بص يا سيدي لو انا جيت هنا قلت ايه؟ قلت انه انا عندي يوزر او امبلوي اسمه محمد، محمد ده له سري في حوالي ايه؟ امب 1
سالري بيساوي 1500، و ام 1 مثلا على سبيل المثال تاكس يساوي 0.05، و ام 1 مثلا دبليو اتش اللي هي وركينج اورز يعني عدد ساعات العمل هي ونفترض 65 ساعه، و ام 1 ده مثلا اللي هو نقول مثلا الفاكيشنز اللي هي العطلات بتاعته يساوي مثلا 4 ايام في الايه في الشهر. حلو كده. انا هنا عندي كائن وهو الموظف، هذا الموظف يحتوي من خصائص على اسم، وله خاصيه هي خاصيه المرتب، وله خاصيه هي خاصيه التاكس اللي هي الضريبه اللي بيدفعها، ومن خصائصه ايضا انه له 65 ساعه عمل، وايضا من خصائصه انه له 4 ايام في الاسبوع بيقضيهم ايه؟ بيقضيهم راحه. تمام كده؟ تمام. طيب ايه هي العمليات؟ انا عايز الموظف ده على سبيل المثال اقدر اطلع صافي المرتب بتاعه، واقدر اطلع العلاوات بتاعته لو هو اشتغل عدد ساعات زياده. ده عنده هنا خاصيه اسمها ام 1 مثلا اكسترا اللي هي عدد ساعات العمل الاضافيه، خليها مثلا 20 ساعه اضافيه. تمام كده؟ بالمنظر ده كده. وعايز اعمل عمليه اقدر ان انا اكتب فيها الايميل بتاعه، وعايز اعمل عمليه اتاكد فيها ان كان هذا الموظف هو مدير ام موظف حسابات. فشوف كل دي عمليات وكل دي خصائص. فهتقول ايه؟ اكتب يا عم فانكشن، الفانكشن دي تعمل لي صافي ايه السالري بتاعي، واكتب فانكشن تطلع لي العلاوات بتاعتي، واكتب فانكشن تعمل لي تكتب مثلا الايه الايميل بتاع المستخدم ده، واكتب فانكشن مثلا على سبيل المثال اقدر عن طريقها احسب مثلا اشوف ان كان هو مثلا مدير ام مثلا ايه مستخدم عادي او موظف عادي. فطبعا هتعمل ايه؟ هتقول فانكشن اسمها على سبيل المثال ونفترض كالكيوليت سالري، هتقول طبعا ان دي بتاخد سالري وبتاخد التاكس، وبعدين بتيجي هنا بترجع حاصل جمع او طرح انا اسف السالري ناقص السالري في التاكس. طبعا الناس هتقول لي ايه ده انت عملت ريتيرن على طول كده من غير ما تعرف بتغير؟ اقول لك ما اصل كلمه ريتيرن دي بترجع اي حاجه بعديها، يعني لو العمليه الرياضيه دلوقتي مش هتطلع رقم ما هترجع الرقم بس كده. تمام. هنتكلم ان شاء الله عن مبدا شويه في البرمجه كده واتعمق فيها. طيب يقول لي بقى فانكشن ثانيه سيت ايميل اللي هي اكتب لي الايميل ايه بتاع الراجل ده. حلو. هتقول ايه؟ ريتيرن ايميل، يعني الايميل اللي اتحط هنا رجعه لي تاني. اكتب لي مثلا فانكشن ثانيه كالكيوليت اكسترا، يعني احسب لي الاكسترا، الاكسترا بتاعي ان انا اشوف المرتب بتاعي زائد عدد ساعات العمل الاضافيه اللي هو ووركينج اورز. تمام كده؟ واضربها مثلا في الريت اللي هو 10 جنيه مثلا. فدول ايه؟ ريتيرن صافي السالري بتاعي اللي هو هيبقى كالكيوليت سالري بالمنظر ده كده. وبالتالي طبعا عشان كالكيوليت سالري تشتغل لازم يتحط لها سالري وتاكس، يبقى اكيد انا هحط هنا السالري كده والتاكس، وبعد كده هقوم جاي مشغل دي اهي، اقول له بقى بعد اذنك والنبي طلع لي ايه الناتج اللي هيطلع من هنا كده بالمنظر ده، اجمع عليه ايه بقى؟ اجمع عليه ناتج ضرب الوركينج اورز في الريت، اشتغل 20 ساعه في 10 جنيه مثلا يبقى هيطلع مثلا بقد كذا على السعر اللي بيطلع، يبقى ده كده ايه حسبت لك الاكسترا كله على بعضه ولنفترض يعني. وجيت قلت لك ايه فانكشن is admin اقول ايه privilege اللي هي ايه صلاحيات المستخدم، واقول return pr بتساوي admin true او false. استغربوش من اللي بكتبه ده، انا هشرحه لكم ما تقلقوش. تمام كده؟ تمام. فطبعا انا هنا بقى ايه هاجي اقول كمان انا هنا عندي imp 1 vr اللي هو privilege، وهقول ان ده مثلا ادمن
بالمنطقة كده. ركز معايا، احنا عايزين نسجل الجزء ده. هنا انا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك الموظف هو كائن من الكائنات، كائن حقيقي في الحياة، هو عبارة عن كائن. العربية كائن، والورقة كائن، والقلم كائن، والبرتقانة دي كائن، وأي حاجة قدامك كائن. فالكائنات لها مجموعة من الخصائص ولها مجموعة من العمليات. فبرمجة الكائنات الموجهة هي تحويل الخصائص والعمليات في شكل قالب كامل. هذا القالب يمكن أن نقوم بصناعة أي نوع من أنواع الكائنات منه، بس ببساطة شديدة جدا، قمة تفاهة عشان تتأكد إن هي حاجة سهلة. فهتيجي تقول لي تصدق ده امبلوي واحد، وامبلوي السالري بتاعه اسمه وعدد الساعات اللي بيشتغلها والتاكس بتاعه والفاكيشن اللي هي الاجازه والاكسترا اللي بيشتغلها، وهو ادمن ولا لا، ودي العمليات. طب لو انا عايز كده اعرف كمان 20 مثلا موظف، يعني هتعمل ادي 1 2 3 4 5 6 7، هتعمل سبع متغيرات في 20 يبقى 140 متغير. شوف بقى، تخيل انت بتعمل 140 متغير. فهمتني؟ فالنوع ده من انواع البرمجه بيسموه سباجيتي بروجرامينج او سباجيتي كود، لان الكود كله داخل على بعضه، سايح في بعضه، متغيرات تحط عليها فانكشنات، تحط عليها مش عارف ايه، وانت لا انت فاهم دي تبع ايه ولا دي تبع ايه ولا دي تبع ايه، لان العمليه مش منظمه. فالاوبجكت اورينتد بروجرامينج كونسبت اللي هو الكونسبت ده اساسا تم اختراعه او اتعمل علشان يتم تنظيم الكود في شكل قوالب. فبالتالي هتيجي تقول بقى يعني ايه القوالب اللي انت عمال هرينا بيها دي؟ فهقول لك القوالب تكون كالاتي. ان انا هنا بستخدم حاجه اسمها الكلاس. فالكلاس ده عباره عن ايه؟ بقول والله بص، انا دلوقتي اللي اعرفه انه انا عندي كائن اسمه ايه؟ امبلوي، اللي هو الموظف. له مجموعه خصائص وله مجموعه عمليات. ليه ما اعملش قالب جاهز وكل ما احب اعمل موظف جديد اقوم قايل ايه؟ نيو امبلوي، اعمل لي موظف جديد. نيو امبلوي، اعمل لي موظف جديد. فهم انا جاي قال ايه؟ كلاس امبلوي. الكلاس ده هو اللي هيبقى البايب لاين بتاعك بقى، اللي هو هيبقى ايه؟ الارشاد بتاعك، اللي هو القالب اللي انت حطيت فيه الحاجات دي كلها. فبتقول ايه؟ انا عندي كائن اسمه ايه؟ الموظف، يحتوي على الخصائص الاتيه. يحتوي على خاصيه اسمها نيم، ويحتوي على خاصيه اسمها سالري، يعني له سالري، ويحتوي على خاصيه اسمها تاكس اللي هي الضريبه اللي بيدفعها، ويحتوي على خاصيه اسمها ايميل، ويحتوي على خاصيه اسمها مثلا ايج العمر، ويحتوي على خاصيه اسمها ادرس، ويحتوي على خاصيه اسمها فاكيشن اللي هي عدد ايام الاجازات بتاعته، ويحتوي على خاصيه اسمها بري فيليج، ويحتوي على خاصيه اسمها وركينج اورز اللي هي عدد ساعات العمل الإضافية أو عدد ساعات العمل مثلا، ويحتوي على خاصية اسمها ريت اللي هو المقدار اللي هتضربه في عدد الساعات، ويحتوي على خاصية اسمها اكسترا اورز. بالمنظر ده كده بس، يبقى أنا كده بقى إيه؟ هلغي العك ده كله، هلغيه كله أهو، هلغيه. فأصبح أنا دلوقتي كل لما اجي اعمل موظف جديد هقوم قايل ايه؟ هقوم قايل عرف لي يا ابني متغير اسمه محمد. هيقول لي عيني محمد بيساوي نيو امبلوي، يعني موظف جديد. هيقول لك يا كده، هقول لك اه. هتقول لي يعني انت معنى ذلك انه كل الخصائص دي دلوقتي موجوده في محمد ده؟ هقول لك اه. محمد دلوقتي انت ممكن تحط له نيم وسالري وتاكس وايميل وايدج وكله، ويبقى كل اللي انت شايفه ده من معلومات وخصائص وعمليات هتبقى موجوده جوه البتاع اللي اسمه محمد ده اللي هنا ده. تمام كده؟ طب تعالى نكمل ونشوف. ايه هي العمليات اللي عايزين نعملها؟ عايزين نعمل العمليات الاتيه. عايزين نخلي محمد ده يقدر نحسب له السالري بتاعه، فهنقول فانكشن اهي اسمها كالكوليت سالري اللي هي دي بالمنظر ده كده اهو. فهقوم قايل فيها ايه؟ هقوم قايل فيها انه السالري بتاع محمد ده يا سيدي الفاضل هو السالري بتاعه كده بالمنظر ده، في سالري اللي هو ذس هذا الشخص السالري بتاعه، في هذا الشخص التاكس بتاعه. يبقى بعد اذنك
رجع لي قيمة السالري بتاع هذا الشخص. ذس دي عائد على محمد اللي هو محمد ده الله يرضى عليك، ناقص السالري بتاعه في التاكس بتاعه. يا دي عملية سهلة جدا جدا، اقول لك سهلة جدا يعني. شفت؟ ولا في أي حاجة خالص، تافهة جدا. طيب إيه تاني؟ تعالى بقى نمسح الكلام ده كله أهو، هنمسح كل ده. سيت إيميل ماشي، بابليك فانكشن سيت إيميل، قول فيها إن إحنا هنكتب هنا الإيميل وهو من نفسه أوتوماتيكيا الإيميل اللي أنا هكتبه هيبقى هو إيميل إيه؟ محمد ده أو فلان اللي أنا بقى أهو. بص ذس يعني إيميل هذا الشخص أهو، ذس إيميل، إيميل هذا الشخص بيساوي الإيميل اللي أنت حاططه لي فوق هنا مكان الكلمة دي. يا أبسط من كده مفيش. طب تمام، شيل بقى العملية اللي احنا عاملينها معاك كده كله. طيب ايه تاني؟ عايزين نتأكد الاكسترا بتاعته، الاكسترا بتاعته اهي، خد دي كوبي كده على بعضيها طيب هنا اهو. تمام، تعالى هنا اهو فانكشن اهي كالكوليت اكسترا، شيل بقى كل العك ده من هنا بعد اذنك. قول انه انا عايز احسب ديس كالكوليت سالري، احسب لي السالري بتاع ايه؟ بتاع الموظف ده، ما انا عندي كده كده عمليه من عملياته هي اسمها كالكوليت سالري، احسبه لي بعد اذنك عن طريق ان انت ايه؟ تحط لي السالري بتاعه كده والتاكس بتاعه اهو. طيب ايه تاني؟ هتجمع عليها الوركينج اورز اللي هي ذس وركينج اورز اهي بالمنظر ده، في ذس اللي هو ايه؟ الريت كده، مفيش اسهل من كده. طيب عايزين نتاكد ان محمد ده ادمن ولا لا، هدي يا عم حطها فوق كده اهي المنظر ده از ادمن، سيبك من البريفليج دي خالص، بقول له ريتيرن اف ذس بي ار بريفليج اللي هي دي بتساوي ادمن رجع لي ترو، لا رجع لي فولس. حلو كده. فبص بقى اللي انا كتبته ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن كلاس. فالكلاس بتاعي ده اللي هو الجايد اللي هو القالب اللي انا هتعامل منه بعد كده. هيقول لك ايه؟ هو ده يا عم القالب. ايوه هو ده يا عم القالب. دلوقتي عايز تعمل اي موظف جديد كل اللي هتعمله عرف متغير وقول له نيو موظف، متغير بعد اذنك قلنا له هات لي نيو موظف اهو كده، احمد بيساوي نيو امبلوي بالمنظر كده، مش اسهل من كده اهو. علي بيساوي نيو امبلوي اهو. انا كده عندي كام موظف؟ ثلاث موظفين. وخد بالك انه بالثلاث موظفين دول انا متوفر عندي كل عملياتهم اللي هي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، كل العمليات اللي بيعملوها وكل الخصائص بتاعتهم من غير ما اعرف اي متغيرات اخرى، بدون ان اعرف اي متغيرات اخرى. كل اللي انت شايفه ده مضغوط في محمد ده وفي احمد ده وفي علي ده. شفت بقى؟ فبالتالي برمجه الكائنات الموجهه او الاوبجكت اورينتد بروجرامينج الهرب غرض منها او الهدف منها هو عمليه تنظيم الكود بصوره صحيحه وبسيطه، لانك بمجرد ما انت بتفكر في كل حاجه في الحياه حواليك على ان هي عباره عن كائنات، بتحولها بالفعل الى قوالب تقدر تعمل منها كائنات جديده في اي وقت. تقول مثلا اديني كام مثال، اقول لك كار عربيه، عربيه لها ابواب ولها لون ولها سرعه بترجع لورا، ممكن تسابق، لها فرامل بنظام معين، لها عمليه مثلا بحسبها اللي هي بتقطع مثلا قد ايه في الساعه عشان مثلا اشوف انا هغير زيت امتى وهكذا. فاذا نظرت الى السياره الى ان هي كائن له مجموعه من الخصائص ويقوم بمجموعه من العمليات، فستقوم بتحويل هذا الكائن الى قالب حقيقي من الخصائص والعمليات. فاذا اردت ان تقوم بعمل عدد لا نهائي من هذه الكائنات، كل اللي هتعمله تقول ايه؟ اعمل متغير جديد نيو كار، اعمل متغير جديد نيو كار وهكذا. فتقول ايه؟ بي ام دبليو بتساوي نيو كار، بورش بتساوي نيو كار، فورد موستنج بتساوي نيو كار وهكذا. تفضل بقى شغال كده كله نيو كار نيو كار نيو كار، بدل ما تقعد تعمل بقى كل المتغيرات دي انت شفتها دي كلها على حده، لا هو قالب واحد فقط ما فيش غيره انت عملته اهو، اسمه مثلا كار.
في دورز وكار وسبيد ومش عارف ايه والعمليات اللي العربيه بتعملها. وبعد كده كل ما تحب تعمل كار جديده تكتب اسم المتغير يساوي نيو كار. فبالتالي برمجه الكائنات الموجهه بمعنى اصح هي نظريه موجوده في اغلب لغات البرمجه، في اغلب لغات البرمجه، لانه في لغات برمجه لا تدعم اصلا الاوبجكت اورينتد كونسبت او برمجه الكائنات الايه الموجهه. ده بصوره بسيطه جدا 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 برمجه الكائنات الموجهه. ما معنى كلمه اوبجكت في الحاله دي؟ الاوبجكت هو عباره عن كائن من قالب معين. فبالتالي لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان القالب بتاعي هو الموظف. فمحمد ده اوبجكت، كائن، كائن من النوع ايه؟ موظف. احمد ده اوبجكت، كائن من النوع ايه؟ اوبجكت، كائن من النوع ايه؟ موظف، وهكذا. فهي دي باختصار شديد جدا 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 وبدون لف ودوران وببساطه وبصراحه ايه هي الاوبجكت اورينتد بروجرامنج كمفهوم عام. ازاي بتنشئ القوالب وازاي بتحول الكائنات الملموسه في واقع الحياه الى البرمجيات. فبالتالي انت بقى لما بتفهم فعلا يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامنج بتلاقي نفسك ان انت كل الحاجات التي يمكن ان تتحول الى كائنات فعلا انت بتحولها لكائنات وتبدا تشتغل عليها بهذا المنظر. فتلاقي العمليه معاك سهله جدا 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 وانت شغال في البرنامج، لان الكود منظم بطريقه اكثر مليون مره ما تقعد تكتب 40 50 متغير 60 متغير على 30 40 فانكشن على مش عارف ايه. طب وليه؟ ما هو في الاول وفي الاخر انا كل ده يمكن ان انا اوفره على نفسي باستخدام نظريه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. وبكده انا اثبتت لك انه فعلا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج دي حاجه من اسهل ما يمكن ان انت تتخيل، ولكن للاسف الناس بتبص لها بصعوبه، لان انت بس محتاج تفهم التكه بتاعتها. التكه بتاعتها في ايه؟ كيفيه تحويل اي كائن ملموس الى قالب. ازاي؟ الكائن له خصائص وله عمليات. اي حاجه في الدنيا لها خصائص او عمليات يمكن تحولها الى ايه؟ الى قالب. قالب اعمل بقى كائنات منه زي ما انا عايز. ان شاء الله تعمل 100 كائن، ما تفرقش معايا. ما هو مجموعه الخصائص اللي جوه دي لو عديتها انت كنت هتعمل بيها بعددها متغيرات. ومجموعه العمليات اللي جوه دي كنت هتعملها كلها لوحدها في شكل ايه؟ عمليات منفصله. فبالتالي انت ممكن توفر على نفسك الكلام ده كله في ان انت تفهم يعني ايه اوبجكت اورينتد ايه؟ بروجرامنج. في حد لسه عنده غموض في ايه هو الاوبجكت اورينتد بروجرامنج؟ بمعنى اصح؟ هي الناس نايمة ولا ايه؟ يا جماعة سهل كده؟ فهمتوا ايه هو الكونسبت او النظرية الحقيقية ورا ال object oriented programming؟ تمام. هنعرف بقى ازاي احنا اصلا نستخدم ال object oriented programming في الجافا سكريبت. وطبعا لانه ال object oriented programming هي كبيره، هي فعلا كبيره مش صغيره. فانت لما تفهمها واحده واحده ستيب باي ستيب كده وتفهم خصائصها هتلاقي العمليه سهله جدا جدا، مش معقده تماما. هتلاقي نفسك ان انت في يوم من الايام لو انت كنت ديفلوبر او بروجرامر شغال بروسيجرال او بمعنى اصح بالسباجيتي كود بمعنى اصح كده، هتلاقي ان انت هتقول ليه انا من الاول ما اتعلمتش اوبجكت اورينتد واشتغلت بيها علشان الاقي ان العمليه اسهل بالنسبه لي والكود فعلا منظم بالنسبه لي. تمام. الكائنات بقى في الجافا سكريبت هي بس ليها مشكله واحده، انه الجافا سكريبت تختلف عن بقيه لغات البرمجه في التطبيق المبدا ده اللي هو الاوبجكت اورينتد. فانت ببساطه شديده ممكن تعمل كائن على طول اوتوماتيكيا، كائن على طول كده في الجافا سكريبت من غير ما يكون في اصلا قالب انت بتعمل منه نيو كائن. تمام كده؟ ازاي ده؟ تعال نشوف. هنيجي هنا نعمل نيو فايل ونكتب عليه اتش تي ام ال اهو، نكتب هنا ايه؟ اوبجكتس كده بالمنظر ده objects.
بص بقى سي، هنيجي نعمل هنا سكريبت تاج تايب جافا سكريبت. الكائنات في جافا سكريبت تكتب كالاتي، بصوا يا جماعه، تقول var بالمنظر ده كده عادي جدا. الكائنات لسه مش هتكلم عن كلاسز دلوقتي خالص، اتكلم بس فقط عن الكائنات عشان هي اللي هنستخدمها على طول. فنقول ايه؟ عايزين مثلا نعمل ولا افترض المثال ده اللي هو كان على سبيل المثال ام بوان ده اللي هو محمد ده. بصوا بقى يا جماعه، بص تكتب كالاتي ازاي. تقول ام بلو اي او محمد مثلا، بيساوي تفتح بعد كده كيرل بريس وتنزل وتقفل الكيرل بريس بالمنظر ده. وهنا بقى تكتب مجموعه الخصائص بتاعتك والعمليات بتاعتك. محمد ده له اسم، يبقى نيم، مش هتقول يساوي بقى، هتعمل كولون وتكتب هنا محمد يحيى كده بالمنظر ده. بس بدل بقى ما هتحط السيمي كولون هتحط كوم عاديه وتنزل تكتب الخاصيه اللي بعديها، مثلا ايج 30، ايميل مثلا محمد ات سكاي برومو ايجيبت دوت كوم مثلا. طيب عايزين نعمل العمليات او نشوف مثلا نكمل كمان. سالري، سالري بتاعه مثلا 1500. تاكس 4.45. طيب عايزين بقى نعمل العملية اللي هي ايه؟ calculate salary بالمنظر ده كده. هنقوم كده ونكتب بقى ايه؟ دي function اهي اهو. function دي بتعمل ايه بقى؟ بترجع لي زي ما انتم عارفين حاصل طرح محمد. بص بقى تكتب ايه بقى؟ الاوبجكت دوت السالري بتاعي، يعني السالري بتاع محمد ناقص، تفتح قوس وتقفل قوس، سالري محمد في التاكس اللي بيدفعه محمد بالمنظر ده كده. شوف اسهل مما يمكن. دي مجموعه الخصائص بتاعتي اهي، ودي مجموعه العمليات اللي انا هعملها. ادي عمليه منهم اهو. تعالى بقى دلوقتي انت مثلا اعمل ايه؟ دوكيومنتس دوت رايت تايب اوف نوع محمد ده ايه؟ اهو بالمنظر ده كده. نعمل اف 12 ونشوف مكتوب هنا ايه بقى يا جماعه؟ اوبجكت. مكتوب ايه؟ اوبجكت. ففعلا كده انا اثبتت ان محمد ده هو من النوع ايه؟ من النوع اوبجكت. طيب تعالى بقى نقول ايه تايب اوف مثلا، بدل تايب اوف دي انا اسف خليها مثلا محمد دوت كالكيوليت مثلا سالري بالمنظر ده، احسب لي السالري بتاعه. تعالى نعمل ريفريش ونشوف هيقول لك كام؟ 1425. ليه؟ خلاص انت عرفت اصلا الكائن بتاعك اهو. ده الكائن بتاعك بطريقه منظمه جدا جدا جدا، بدل ما تقول var محمد ام بنيم ام بي ايج ام بي ايميل، لا لا لا، هو فقط مجرد كائن يحتوي على مجموعه من الخصائص ويحتوي على عملياته. طيب تعالى نعمل عمليه ثانيه، مثلا is admin function بتشيك على ايه؟ بتشيك مثلا على البريفليج بتاع محمد ده، privilege admin. فهنقول مثلا على سبيل المثال كوما، انا اسف، if محمد دوت privilege بيساوي admin return true else return false بالمنظر ده كده اهو. طيب عايزين نتاكد، تعال نقول ايه على سبيل المثال، تعال نقول document dot right ونشيل دي كده. welcome to our website محمد دوت name
if محمد دوت is admin، لو محمد ده admin اعرض السري بتاعه. else document dot write you have to be admin to view this page. لازم تكون ادمن عشان تعرض الصفحه دي. تعال نجرب مع بعض، نعمل ريفرش. ويلكم تو اول ويب سايت محمد يحيى، السالري بتاعه كام؟ 1425. طب خلي ده يوزر مش ادمن. ويلكم ثانية واحدة اهو. ويلكم تو اول ويب سايت محمد يحيى، يو هاف تو بي ادمن تو فيو ذس ايه؟ تو فيو ذس بيج. فهي دي طريقة كتابة الاوبجكت او الكائنات في الجافا ايه؟ الجافا سكريبت. ليه بقى انا قلت لكم على الكائنات دلوقتي؟ لان احنا ان شاء الله مش هنشتغل بروسيجر نهائيا، انا هشغلكم على طول اوبجكت اورينتد. فباذن الله كل شغلنا من دلوقتي لغايه لما نخلص الجافا سكريبت كله هيبقى اوبجكت اورينتد على كائنات وعلى كلاسز، وان شاء الله هنشوف الكلاسز دي بعد كده، علشان احنا هنبني مع بعض مكتبه الجافا سكريبت بتاعتنا احنا اللي هنستخدمها بعد كده. هنشوف على مدار الكورس ان شاء الله ازاي هنعمل المكتبه دي من الالف للياء. بعد ما تخلصوا اكيد انتوا هتكستندوا او هتضيفوا اكيد الكثير من الفانكشنز او الوظائف في هذه المكتبه عشان تقدر تستخدمها. فهتلاقي ان انت كده اكتشفت انه اللي عمل الجي كويري واللي عمل الموتورز والكلام ده كله هو فعلا انسان عبقري، ولكن هو اتعلم ازاي يشتغل اوبجكت اورينتد، وعرف ازاي يعمل المكتبه بتاعته من الجافا سكريبت، البيو جافا سكريبت اللي هي الجافا سكريبت العاديه. لانه الجي كويري عباره عن ايه؟ مكتبه جافا سكريبت. مو تولز ودوجو والبروتوتايب والسكريبتاكلس وكل المكتبات دي عباره عن ايه؟ عباره عن جافا سكريبت. كل ده عباره عن جافا سكريبت. فانت اتعلمت جافا سكريبت بس هتتعلمه على طول اوبجكت اورينتد، عشان انا مش عايز اعلمكم نهائيا بروسيجرال بروجرامينج. تفهم اوبجكت اورينتد صح هتتقن ان شاء الله اوبجكت اورينتد، هتلاقيها تافهه جدا وسهله جدا، وهثبت لك ده في الجافا سكريبت وفي البي اتش بي، وبعد كده تنطلق مع نفسك. هل في اي حد لغايه دلوقتي عنده مشكله في فهم جزئيه الاوبجكتس؟ يا جماعه اي حد عنده اي سؤال انا معاكم. اكيد طبعا هترجعوها، ويوم الحد يوم الاثنين ان شاء الله هنتكلم عنها تاني وهنعمل بيها امثله وهنستخدمها كتير، فما تقلقوش من الحكايه دي نهائيا باذن الله. باشمهندسه لبنى، باذن الله لما نخش في مكتبه الماس هشرح لك ازاي باستخدام الراوند، او ان انا مثلا استخدم فانكشنات معينه في مكتبه الرياضه بتاعت الجافا سكريبت عشان اخليه يعرض اخر رقمين 20 فقط، ما يعرضش رقم طويل قوي. يا جماعة في حد عنده أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ أنا والله شفت الواجبات اللي على الإيميل بس للأسف ما كانش عندي وقت إن أنا أرد، بس والله إن شاء الله أنا هفتح الإيميل تاني وهبعت الردود بإذن الله كلها على الإيميلات. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي في حاجه، احنا المحاضره الجايه هنخش في شابتر 2
اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديل، وده هو الموديل اللي احنا عن طريقه هنتحكم في الصفحه. يعني مثلا هات اي لينك في الصفحه، هات اي ايمج في الصفحه، هات لينك معين، هات باراجراف معين، هات ديفر معين، وقم بتطبيق عمليات معينه عليه. يعني يفتح يقفل يغير لونه ومش عارف ايه، الكلام ده كله هو محط دراستنا في شابتر رقم 2. تمام كده؟ لا، اللي انا عملته ده مش زي الجيسون خالص، مش زي اوبجكت الجيسون. تمام؟ ف اللي انا بتكلم فيه ده كله هو هيكون محط دراستنا في الشابتر رقم ايه؟ رقم 2. فانا متخوف ان الناس يعني ايه تستصعب العمليه ان احنا نخش على طول شابتر 2. هل تحبوا ان احنا ناخد محاضره ندي فيها تمارين كتير قوي على الاسينشالز، ولا نخش في شابتر 2 وندي تمارين مع الايه؟ مع اللي موجود في شابتر 2؟ هعمل هنا بول صغير ونشوف الناس هتقول ايه. عشان انا مش عايز ادخل الناس على طول في شابتر 2 قبل ما تعمل تمارين على الاسينشالز اللي احنا خدناها. هشرحه باذن الله في الاوبجكت اورينتد، ما تقلقش. اي حاجه انت عايز تعرفها باذن الله انا هقول لك عليها. العلاقة تكمن في ان الجافا سكريبت هي الطبقة رقم 3 زي ما حضرتك عارفة، وهي الاستجابة التي تحدث ما بين المستخدم وبين الموقع. يعني على سبيل المثال سيادتك مثلا عملت الموقع، واحد جه قال لك بعد اذنك يا باشمهندسة انا عايزك تعملي لي صفحة، الصفحة دي فيها مثلا بانر بيروتيت يعني زي سلايد شو كده، هتعمليها بايه؟ اكيد جافا سكريبت. طيب حضرتك مثلا هيقول لك ايه بعد اذنك؟ انا عايز لما اقف على اللينك يديني تول تيب صغيره كده زي هنت مثلا اللينك اللي هيوديني فين؟ جافا سكريبت. هيقول لك مثلا بعد اذن حضرتك انا عايزك لما تعملي لي الفورم بتاعي لما اليوزر يدخل اي ايميل فيه حرف غلط او كده او ده ما يكونش شكل ايميل يطلع له ايرور ويقول له انا اسف ده مش ايميل صحيح، ده برضه جافا سكريبت. فاصبح حضرتك كل اللي انت تعمليه ده هو الرد على المستخدم. يعني المستخدم بيستجيب بيستخدم الصفحه بطريقه معينه، بيكتب ايميل، بيقف بالماوس، بيكليك، بيكتب، بيعمل اي حدث، وانت بتستجيبي بناء على الحدث ده. فهي دي العلاقه ما بين الجافا سكريبت وبين الويب ديزاين، انه دي الطبقه رقم 3 اللي هي طبقه التصرف اللي هو البيهيفير. ايه البيهيفير بتاعي في حاله ان المستخدم يقف يكليك يطلع بماوس اوت يدوس ماوس ان كده يعني. التمارين دول هطلب منكم ازاي تعملوا فانكشنز، وازاي تعملوا معايا مانيبيوليشن كتير، ازاي تعملوا ايتريشن، اللوبز تستخدموها ازاي، الوايل والدو وايل. تمام؟ بحيث ان انتوا تذكروا الكلام ده كله عشان لما نخش بقى على الدوم تبقى العمليه سهله بالنسبه لنا. تمام؟ احنا بقى هنسيف الوورد دوكيومنت ده. ثانية واحدة كده. دي 12 5 اوبجكتس. فكروني المرة الجاية يوم الاثنين ان شاء الله ان انا اكتب لكم تعريف اكتر عن الاوبجكت، واشرح لكم الفاريبل سكوبس. الفاريبل سكوبس حد يفكرني بالحاجات دي، والاوبجكت اندبس، و ايه كمان، وفكروني بتاع ده الترينري اوبريتور عشان عايز اشرحه، اللي هو الطريقه اللي انت شفتوها دي اللي انا كنت كاتبها بالمنظر ده كده، اللي هي اختصار عمليات الاف والالس. تمام؟ تحب اشرح لكم دلوقتي؟ هي سهله جدا يعني. الترينري اوبريتور
ماشي، هشرح لكم الترن اوبريتور بسرعه. بصوا دلوقتي على الوايت بورد رقم كام؟ رقم 4. بصوا كده اهو، مش احنا ممكن نقول if condition do something صح؟ else do something else صح؟ بالمنظر ده مظبوط؟ تمام كده؟ تمام. يمكن تحويل هذا الشكل الى الشكل الاتي، بتقوم جاي فاتح قوس وقافل القوس وتكتب هنا الكونديشن بتاعك، وبعد الكونديشن تقوم جاي عامل كده علامة استفهام، وبعدين اذا تحقق الكونديشن do something، ان لم يتحقق تقوم عامل كولون وتقوم كاتب do something else. تعال نشوف ايه مثال مع بعض. مثلا if مثلا x بتساوي 5 documents dot write x تمام، else بالمنظر ده كده، قول مثلا documents dot write سوري كده. ممكن دي تتعمل ازاي بقى؟ تتعمل كده، تقول هل اكس بتساوي 5؟ اهو دي معناها ايه؟ هل اكس بتساوي 5؟ ان كان يبقى ايه؟ دوكيومنت دوت رايت اكس، الف دوكيومنت دوت رايت سوري. طبعا مفيش اتفهم من كده، فهمتوا بقى؟ فبالتالي استخدامك لسطر واحد بس غير استخدامك لواحد اتنين تلاته اربعه. ممكن دي تتكتب بطريقه ثانيه خالص، ممكن تقول document dot write وانت بقى بتقول هل اكس بتساوي 5 جوه كده، فان كان رجع لي اكس، ما كانش اكتب ايه سوري. فطبعا write هتكتب هيطلع من هنا، هيشيك ان كان اكس بتساوي 5، لو كانت اكس بتساوي 5 اوكي اكس اكس خلاص هيكتب سوري. دي بيسموها بقى ايه بقى؟ بيسموها ترينري اوبريتور، اللي هو كونديشن علامه استفهام ترو اور فولس، يعني اذا تحقق الشرط اكتب مكان الترو حاجه، اذا لم يتحقق اكتب مكان الفولس ايه؟ هو ده اللي بيسموه ترنري اوبريتور. حاجة سهلة جدا جدا يعني، تمام كده؟ هتحب اشرح لكم تاني؟ تمام. طبعا انتوا هتلاقوا بقى ان انتوا بتستخدموا الترنري وي دي كتير قوي، يعني بتستخدموا الترنري كتير جدا لان هي سهلة قوي وبسيطة. انت الاف والالس كلها بتجمعها في سطر واحد بس، بتطبق مع اف والس بس مش اكتر من كده بس، يعني يبقى عندك كونديشن من اف والس بس بتقوم جاي محولها الى ترنري واي. طبعا لو الكونديشن بقى كومبلكس ما ينفعش تستخدم ترنري واي، لكن هو طبعا كده الحاجات كلها سيمبل. يعني بص ده انت بتنفذ عمليه واحده بس اللي هي دوكيومنت دوت رايت دي ودوكيومنت دوت رايت، مش اكتر من كده بس بنفس المنظر ده. تمام، ناخد ده كوبي كده. معقول ولا بنجري؟
هي الناس بتقول ايه؟ طب تمام زي الفل. اوكي سيف ده سيف وارفعه بقى على الجفاف. محاضرة ان شاء الله انا سجلتها بإذن الله على العصر بكرة بإذن الله ممكن تكون عندكم، يعني انا هسيبها دلوقتي تترندر وبكرة بإذن الله هقوم جاي رافعها على النت على الشغل عندي. لود خد يا جماعة ده ال بتاعه هرفعه لكم اهو بالمرة عشان ابعته لكم لود. بصوا الكتاب اللي انا هحضر لكم ده هو طبعا الحاجات دي في مراجع، فانا هبعت لكم برضو المراجع اللي انا ايه بجيب منها الايه الحاجة دي. وعايزكم بقى ايه في كتاب اسمه بي بي كي اون جافا سكريبت، الكتاب ده مهم قوي بتاع موقع اسمه كويكس مود. عندكم دلوقتي بس موقع مهم قوي قوي بصوا بقى دلوقتي اللي انا هكتبه لف لف تعرف على ايه دلوقتي http www.mozilla.org تمام و http www.sitepoints عشان اتاكد لكم كده sitepoints.com يلا يا ابني. هو سايد بوينتس تمام اهو سايد بوينت دوت كوم و اتش تي تي بي دبليو 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 دوت كويكس مود دوت كوم. الراجل ده عبقري عبقري جافا سكريبت، كتاب اسمه بي 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 كي اون جافا سكريبت لما اخلص معاك. و ثانية واحدة هحاول بقى اجمع لكم المراجع دي كلها وانا قاعد دلوقتي مع نفسي كده واحطها لكم في مقالة في الصفحة عندي. ثواني كده كويركس مود اهو بص كويركس مود دوت كوم. جرب دي كده هيفتح ان شاء الله. كويركس مود دوت كوم ده مهم جدا جدا لانه بيشرح الكومباتيبلتي ايشوز اللي هي كل مشاكل البراوزرات مع بعض، يعني المشاكل اللي دايما اصل اي اي ده لوحده معضله بقيه البروزرات لوحدها معضله. هو بيشرح بقى كل المشاكل اللي بين اي اي وبين معظم البروزرات وطرق علاجها، وبيتكلم عن معظم الكونسبتس اللي شغاله والميثودز اللي شغاله والحاجات اللي شغاله على ده وعلى ده، وبيكتب مقالات مهمه قوي قوي. والراجل ده فعلا عبقري عبقري بجد جافا سكريبت. دي كمان ماشي اوكي. طريقة التواصل معايا موجودة إن شاء الله. بص حضرتك
الايميلات كلها موجودة مع الشباب والفيسبوك وكله موجود مع الناس هنا بإذن الله. اكتبوا يا جماعة والنبي الايميلات لو عندكم لستة. دلوقتي بقى انا كنت عايز اسالكم سؤال. في الفترة اللي فاتت اللي احنا خلصنا فيها HTML و CSS وبدأنا في الجافا سكريبت، كان عندي بقى سؤال مهم جدا. ثانية واحدة هسيب لكم الفيديو ده بالمرة. راجع عمل حاجة، عمل مواقع، شغل ايده يعني، ولا انتوا بتذاكروا محاضرات وخلاص وشكرا كده؟ طب انا يا جماعة اي حد يعمل موقع او حاجة يحاول ان هو يورينا ايه، يوريني يعني، انا عايز الناس كلها تستفيد من الماضي. الصفحة عندي او الجروب اعتبر يعني ايه، حاولوا دايما ترفعوا الحاجة لبعضيكم ويبقى في بينكم بعض جو كده من الايه، من التعاون، من المنافسة، عشان كله يطلع مهاراته جدا. فياريت لو حد عمل صفحة او اي حاجة كله ايه يبعت للتاني يرفعها على الصفحة واحنا كلنا ايه نشوفها ونعلق عليها، بحيث ان كله يستفيد ايه من العملية دي. انا شايف انه ده يعني هيبقى يخلق جو من المنافسة كويس جدا، وكل الناس هتستفيد ان شاء الله. مش عايز حد يتكسف على فكرة، عشان الكسوف ده ما بيفيدش صاحبه. يعني لو انا اكيد 100% باذن الله المرة الجاية هيبقى احسن، ولو انا مثلا غلطت هيبقى غلطي احسن يعني اقل المرة اللي بعديها وهكذا. فانا عايز الناس ايه يعني تاخد العملية بشكل جدي شوية، تبدأ تتدرب كتير علشان تطلع ناتج. ماشي، في حد عنده اي سؤال يمشي بقى خلاص. هو انا عملت امتحانين، امتحان انا بعته اللي هو ال HTML، حتى امتحان ال CSS كان ما بعتوش. ماشي هحط لكم امتحان ال CSS. يا جماعة في حد عنده سؤال عشان اقوم انام؟ اه على الصفحة ان شاء الله في الفيس بإذن الله. بإذن الله تيتوس هتلاقي ناس كتير قوي منتظمة من اول الكورس، ممكن تسألها وان شاء الله تفيدك بإذن الله ما تقلقش. اني ميتنج انا لما بعمل الايفنت عليها بقوم جاي رافعها ان شاء الله، او يعني ممكن الاسبوع ده نقعد مع بعض كده ندردش الساعة ولا حاجة. اه ما تبعتهاش على الميل، ما حد يعمل حاجة ارفعوها على الصفحة واحنا بقى ايه نتناقش فيها كلنا كده. واللي عايز يبعت على الايميل يبعت برضه عادي جدا يعني متفرقش. خلاص يلا. اي خدمات؟ شكرا ليكم، ما حبيتش اطول عليكم. وايه وكل اللي عايزه منكم ان شاء الله ان انتوا ايه تجتهدوا الفتره الجايه، عشان المرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي مرحله جد شويه. انتوا عارفين طبعا الجافا سكريبت مش حاجه سهله، ويمكن انت هتشوف انه ايه طبعا الجافا سكريبت اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي غير حتى اللي يمكن انت ممكن خدتها قبل كده في كورس او حاجه، يعني دي حاجه ايه بالتفصيل ممل ودقيق جدا. انا عايز الناس هي اللي تبني مكاتب الجافا سكريبت الخاصه بتاعتها. المحاضره الجايه ان شاء الله يوم الاثنين من الساعه 9 للساعه 12. يلا اشكركم وانا متابعكم. عارفين الماتش كان لازم الريال يفوز في الاول وفي الاخر يعني على الفريق المعاقر اسمه برشلونه.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.